طيب هنشرح ايه الاول كده؟ اول حصة ان شاء الله هتبقى ايه؟ هنشتغل نعمل الريتيننج وول بتاعتنا، وهو جزء بسيط وصغير وسهل. لو فهمته كويس وعرفت تطبق عليه هتعرف لو انت مثلا عندك حيطة خزان، عندك خزان مية، او عندك مثلا حمام سباحة او وات ايفر، اي حاجة عليها lateral earth pressure water pressure هتعرف تشتغل عليها والدنيا تبقى تمام. خلاص، ده بالنسبة ايه للاول جزئية. الجزئية الثانية بقى هنبدأ ندخل بقى في الشالو فاونديشن. اللي فهم المرة اللي فاتت المانيوال بتاع البايل كاب، اللي هو التصميم بيبقى عبارة عن ايه، هما زي ما قلنا في البدايات خالص، هما 5 حاجات: بتفرض قطاع، رقم 2 بتعمل ايه، بتحمل اللودينج، رقم 3 بتطلع السترينينج اكشنز، رقم 4 بتعمل ديزاين، رقم 5 بتعمل ديتيلينج. هما نفس ال5 حاجات دول عملناهم المرة اللي فاتت في البايل كاب، بس إضافة بقى حاجات إضافية هنا في القواعد، إنك بتتشيك الشير، اللي هو الشير في اتجاهين، في اتجاه واحد اللي هو الأحادي، خلاص، وكمان البانشينج، تمام. واللي فاهم البانشينج برضو المرة اللي فاتت والمرة بتاعت الرافت الفلات سلاب هيبدأ يفهم برضو ويستوعب الكلام ده. فالموضوع بسيط، هيبقى بسيط يعني إن شاء الله. فتعالى كده اهو، انا هديك بس اكزامبل ايه اصعب شويه. انا عندي هنا دلوقتي عندي 3 بدروم، 3 بيزمنت، احنا اللي عندنا في المشروع هو واحد بس. تخيل ان انت عندك مثلا 3 بدرومات، الموضوع هيختلف؟ مش هيختلف ولا حاجه، بدل واحد هما 3 ونفس الحيطة، مفيش أي مشكلة. خلاص، إحنا عايزين نعمل إيه؟ عايزين نحل برضو الريتيننج وولز دي مانيوال، بس مش بإيدي، يعني مش بإيدي لا أنا هستخدم برنامج الساب في إيه، إن أنا أحل الريتيننج وولز، تمام. فأنا دلوقتي مثلا عندي أدي الريتيننج وولز، عندي دي الريتيننج وولز، تحت خالص دي مين؟ الرافت. اتصال رافت مع مين؟ مع ريتيننج وولز اللي هو الخط اللي انت شايفه ده. وعندك اول بيزمنت 4 متر، وتاني بيزمنت 4.5، والبيزمنت اللي بعد كده 5، وده منسوب الايه، الجراوند ليفل. خلاص، عندك منسوب الووتر تيبل على مسافة 4 متر، وعندك هنا الراجل عاطيلك الجاما اس بتاعت السويل 1.8 طن على المتر سكوير، وعاطيك الفاي بتاعت السويل. طبعا دول بيجوا منين؟ هو وبرده الووتر تيبل من تقرير التربه، كل الحاجات دي بتبقى موجوده. خلاص؟ واعطيك سيرت شارج او اللايف لود بتاعك 1 طن على المتر سكوير. فانا دلوقتي ادي ده شكل الفيزيكال موديل اهو. لو انا عايز احل الشكل اللي انت شايفه ده مانيوال، فعايز تحول الشكل ده لاستراكشر بسيط. ازاي؟ اهو هتعتبر ان دي كاميرا عاديه خالص اهي. وهنا مرتكزه من هنا على مين؟ سبورت. مين السبورت ده؟ اللي هي بلاطه، ايوه بالظبط كده، اللي هو بلاطه البيزمنت رقم 1، ومن هنا برضو بلاطه مين؟ بيزمنت رقم 2، ونفس الكلام. طب تحت متصله تحت بمين؟ بالرافت. اتصال الريتيننج وولز مع الرافت بيبقى مين بقى؟ بيبقى فيكسد. طب اتصال البلاطه مع نفسها مع الريتيننج وولز بيكون مين؟ هنج. خلاص؟ تمام. فانا عندي، انا عايز اجيب حاجه اسمها الكي، كي بتاعت السوليه، كي اكتف. الكي اكتف دي ليها قانون عارفينه كلنا، اللي هو 1 ماينس ساين فاي على 1 بلس ماي بلس اي ساين فاي. فانا عندي الفاي بتاعتي ب 30، فلما تيجي تطلع الكي بتاعتك هتطلع الكي بتاعتك ب 0.33. خلاص، لما تيجي تحسبها كده على الاله تعرف ايه تطلع. طيب انا عايز اشوف توزيع الايرث بريشر والووتر بريشر شكله هيبقى عامل ازاي. فانا اول حاجه هنا عندي اللي هي بي 1، بي 1 اللي هي مين؟ اللي هو لا اللي هو اللايف لود. بي 1 ده اللايف لود. لو انا عايز اجيبه هجيبه ازاي؟ يعني انا عايز اجيب بي 1 دي تساوي ايه؟ هتساوي اللايف لود، قيمه اللايف لود في الكي اكتف، يبقى بي 1 دي. وطبعا اللايف لود بتاعك بيكون يونيفورم، يونيفورم على كامل مين؟ على كامل الريتيننج وولز.
تمام كده؟ فاللايف لود ده ثابت على كامل الريتيننج جولز، هو عباره عن مين؟ عباره عن اللايف، قيمه اللايف لود بتاعتك مضروبه فين؟ في الكي اكتيف. بس هو الكي ديت هي اللي انا بحاول بيها اللي هو الحمل الافقي، عايز اخليه حمل راسي عشان اوزعه صح؟ لا لا اللي لا هو المعين. لا، الكي اكتيف ديت هو تاثير التربه بتاعتك عن طريق اللي هو الفريكشن انجل بتاعه السول بتاعه التربه نفسها على الحيطه نفسها، فبطلع حاجه اسمها كي اكتيف. خلاص؟ إيه طيب، لو انا مثلا بس ايه، تعالى نشرحه هنا مع بعض. انا عندي دلوقتي ادي دي الرف، وادي البلاطه رقم واحد، البلاطه رقم اثنين، والبلاطه رقم ثلاثه. خلاص؟ تمام. قلت لك توزيع، طبعا هو هنا عطيلك قيمه لايف لود بكام؟ ب 10 بواحد طن. خلاص؟ وعايز اجيب، طبعا هو عطيلك الجاما زي ما قلنا، وعطيك الفاي. قلت لك احنا جبنا الكي اكتيف بتاعتك، لما تيجي تعوض ال 30 بتاعتك في القانون هتطلع 0.33. طيب السيرت شارج ده او اللايف لود ده هيبقى توزيعه يونيفورم على كامل مين؟ على كامل مين؟ ريتيننج وولز. فشكله هيبقى يونيفورم، شكله عامل كده. فلما تجيب بي واحد، بي واحد قيمتها هتبقى بكام بقى؟ الواحد في الكي اكتيف. طيب خلي بالك انت عندك هنا، هنا منسوب مين؟ الووتر ليفل، الووتر بريشر، اللي هو الووتر تيبل، الميه يعني. خلاص؟ فانا لو انا جيت بصيت كده، انا عندي بقى ضغط ميه هيبقى في الجزء اللي تحت، وضغط تربه في الجزء اللي فوق واللي تحت. فانا عندي هنا هتبقى السويل جاما مين؟ جاما سويل هنا، انما جاما هنا مين؟ سبمرجن، اللي هو اللي هي بتاعت التربه ماينس مين؟ عشان هيزيد معاه الحمل. بالظبط كده. يبقى تاني انا عندي هنا هي الجاما بتاعت الوتر بكام؟ بواحد. الجاما بتاعت السول هو عطالك بكام؟ 1.8. اوكي؟ طب انا لما اجي اشوف توزيع ضغط الميه هيبقى شكله مثلث، مش كده؟ ده شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده. فانا عايز اجيب له البي بتاعته. خلاص؟ تمام. انما برضو عندي مين؟ عندي توزيع التربه شكله هيبقى عامل ازاي؟ برضو مثلث، شكله عامل كده من فوق لحد تحت. بس في جزئين، جزء هتعوض بجاما سويل فوق، وجزء تاني هتعوض بجاما سبمرج تحت. يبقى جاما ساتوريتد فوق اللي هي 1.8، والجاما اللي تحت اللي هي ميه مع تربه اللي هي جاما مين؟ سبمرج. اللي هتبقى عباره عن مين جاما سبمرج؟ جاما ساتوريتد اللي هي 1.8 ناقص جاما مين؟ ووتر اللي هي 1، تطلع 8.10. تمام. انا دلوقتي لو عايز اجيب دي بي واحد، او هنقوله بي اتنين بقى، دي بي واحد فهنقوله دي بي اتنين، ودي بي كام؟ ودي حلو قوي. حد مختلف على بي واحد دي بكام؟ عرفنا اللي هي مين في مين. البريشر ده بقى بكام؟ بي اتنين. اي بريشر انت كنت درسته في الهيدروليكس، البريشر بتاعه اللي هو وزن عمود ميه، الجاما في مين؟ في الارتفاع. في مين كمان؟ في الكي اكتيف. يبقى تاني الضغط بتاعك هو وزن عمود الميه بتاعك ده بي اتنين، وعباره عن مين؟ الجاما. عباره عن الارتفاع مضروب في مين؟ في الجاما مضروب في الكي اكتيف. طيب الجاما بتاعتك اللي هي مين؟ الجاما سويل اللي هي 1.8 اللي هو ساتوريتد صح؟ في مين؟ في كي اكتيف. في مين؟ في المسافه دي اللي هي دي. انت عندك الارتفاع ده كام؟ 5 اللي فوق، وده 4.5 يبقى 9.5، يبقى ده الاتش بتاعتك ب 9.5 صح؟ طيب لو انا عايز اجيب البي 3 اجيبها ازاي؟ زي اللي فوق بس هضرب جاما صدمرش. صح؟ صح. زي اللي فوق صح؟ وهجمع عليها. ايوه. يبقى بي 3 هتساوي بي 2 زائد. صح؟
ما هو بص طيب. انت عندك، انت عايز تجيب ده كله، فده هو ده. انا عايز اجيب الحته الصغيره دي بقى، هي عباره عن مين؟ اللي هو جاما بتاعت مين بقى؟ جاما سبمرجن اللي هي بواحد، اللي هي ب 8 من 10 مضروبه في كي اكتف. بس كي اكتف بتاعت مين؟ كي اكتف برضو الكليه هتبقى برضو 0.33 مضروبه في مين؟ مسافه اللي هي مين؟ الاتش اللي هي ب 4. طب لو انا عايز اجيب بي 4 زيها بس جاما ووتر، بس جاما ووتر صح؟ يعني تضرب مين في مين في مين؟ الأربعة في واحد في جاما ووتر، جاما ووتر في الاتش صح كده؟ في مين؟ في كي، في كي اكتف، بس كي اكتف بتاعت المايه بايه؟ بواحد. كي اكتف المايه بواحد وتطلع ده بأربعة. بالظبط كده. يبقى بي أربعة ده هتساوي كام بقى؟ تساوي واحد. الجاما ليها واحد في اتش ليها أربعة بس. كي اكتف مش بوينت انتر. لا لا ما هو بواحد بقى في الميه بواحد، انما في السويل ليها قانون، لو واحد بلس ساين فاي على واحد، او واحد ماينس ساين فاي على واحد بلس ساين فاي. خلاص؟ بس يعني ده اللي انا محتاج اللي انا اعمله، يعني وانس انك جبت الكلام ده اهو يبقى الباقي كله سهل. هتعمل ايه؟ هركز الاحمال دي وهتاخد تحت عزوم. انا عايز اجيب عزوم مش انا مصمم ولا ايه؟ فهجيب العزوم حوالين النقطه دي. فانت خلاص ركزت ده في التلت والتلتين، وده نفس الكلام، وده نفس الكلام في التلت والتلتين. فده هيبقى هتعامل معاه مستطيل لوحده. ايوه هتتعامل مستطيل لوحده ومثلث لوحده، ده في التلت والتلتين وده في النص. برافو عليك. بس الموضوع عبيط. بس انا هستغل بقى السام. الموضوع عبيط، يعني انا بقول لك دي كاميرا عليها يعني عباره عن ثلاث بحور، دي فيكسد والباقي هي عباره عن هنج الاتصال. طب الكلام ده تعالى كده برضو ايه نشوفه. البي واحد هي عباره عن مين؟ اهي واحد في مين؟ تمام. بي اتنين واحد وثمانيه في كام؟ في 0.33. جبت لك مين؟ جبت البي اتنين. طب بي تلاته زائد جاما سبمرجد في مين؟ في 4 في كي اكتف. عوض هتطلع القيمه 6.699. بي 4 جاما ووتر في اتش ووتر في كي اكتف 1 4 1 صح؟ ما هو الجاما ووتر بواحد والكي بواحد والاتش بتاعتك ب 4 صح؟ تعالى بقى علشان تمثل الكلام ده على برنامج الساب بيتعامل بقى بمعادلة. المعادلة ديت اسمها البي بتاعتك تبقى عبارة عن اي اكس بلس بي واي بلس سي زد او اكس واي. ثواني كده. تمام. بلس دي المعادلة. ايه المعادلة دي؟ أنا دلوقتي عايز أفهم الساب. خلي بالك بقى الجزء الأولاني ده إحنا فهمناه. الجزء بقى اللي جاي ده إزاي هدخل الكلام ده للساب؟ فافهم معايا عشان بتدخله عن طريق المعادلة دي. معادلة بسيطة جدا يعني. طيب أنا دلوقتي لو جيت بصيت على المعادلة بيقول لك إكس وواي وزد. إحداثي. احداثيات ايه؟ احداثيات الريتيننج وولز بتاعتك. طيب انت دلوقتي شغال في ال 2 دي ولا شغال في شغال 2 دي بلان ولا شغال 2 دي اليفيجن؟ اليفيجن. يبقى اذا اكس وواي دي راحت. انا مش عايز غير بس الارتفاع، لان الارتفاع ده هعبر عنه بمين؟ بالارتفاعات بتاعت البدرومات اللي عندي. يبقى اذا اكس وواي دول راحوا. خلاص؟ ماشي. بي اللي هي مين؟ اللي انا ايه؟ اللي احنا جبناها اصلا اللي هي بي 1 و2 و3 و4. خلاص؟ مين المجهول بقى دلوقتي في المعادله؟ خلي بالك. سي اكس ب 0 واي ب 0 يبقى دول راحوا اصلا. فاضل سي ودي. اذا اصبح عندي مين المجهول؟ السي والدي. دول اللي انا عايز اجيبهم. طب عندك مجهولين في معادله.
تتحل ما تعرفش تحلها، يبقى لازم ايه تحل بقى معادلتين في مجهولين عشان تقدر تجيب قيمه مين؟ سي والدي. اوكي تمام. الكلام ده هيحصل ازاي؟ تعالى كده، انا دلوقتي عندي، خلينا في الجزء اللي فوق ده اللي هو المثلث اللي فوق ده، اللي هو باتنين. عندك القانون بتاعك خلاص، يعني انا خلاص اختصرت القانون بتاعي عباره عن ايه؟ بي سي زد بلس الدي. تمام. تعالى بقى عوض معايا كده، لما كانت البي 2 بتاعتك، لما كانت البي 2 البي 2 بتاعتك، او تعالى كده ثواني خلينا ناخدها واحده واحده، ناخدها من تحت الاول عشان ما نطولش. لما كانت الزد بتاعتك، خلي بالك انا بحل انهي الجزء اللي فوق دوت الاول اهو زي ما قلنا. لما كانت الزد بتاع، هي الزد الكليه بتاعتك بكام؟ 9.4 اللي هو 13 ونص. لما الزد بتاعتك ب 13 ونص، البي بتاعتك كانت بكام؟ اللي هي البي لاي 3. لا بص، تاني بص، انا واقف هنا اهو خلاص. لما الزد بتاعتك الزد ب 13، يعني عند النقطه ده اهي كان بزيرو، البي كانت ايوه بالظبط كده، البي عندك بزيرو هنا ما عند راس المثلث، مش كده ولا لا؟ هتمشي بالعكس. يبقى انا تاني اهو، لما كانت الزد بتاعتك ب 13 ونص، البي بتاعتك كانت هنا بكام؟ بزيرو. طيب لما كانت الزد بتاعتك بكام؟ باربعه. هنا باربعه، البي بتاعتك بكام؟ باتنين، اللي هي بالقيمه بتاعتها. تمام؟ يبقى انا قلت لك احنا بنحل بس الجزء الاول اللي فوق اللي هو السويل بس. ماشي يا عم هشام ولا ايه؟ ماشي. الدنيا بسيطه والله. هتتحل دلوقتي هتلاقي الموضوع عبيط خلاص. يبقى تاني، لما الزد بتاعتك ب 13 البي طلعت ب 0، لما الزد بتاعتك طلعت ب 4 البي بتاعتك ب 2 اللي هي القيمه اللي احنا جبناها لسه جايبينها مع بعض خلاص. يبقى تاني اهو، لما الزد بتاعتك ب 13 البي كانت بكام؟ ب 0. ولما كانت الزد بتاعتك بكام؟ ب 4 ب 4 ب 2. البي بتاعتك باتنين اللي هي بي 2 بكام؟ 5.6 كام؟ 6.4.3. وخلي بالك لازم تكتب حتى الكسور، لان الكسر ده هيفرق معاك. ما انت الفكره كلها ان انا عايز لما اجي ادخل الساب يقول لي فعلا البي هنا بزيرو، والبي هنا بالرقم ده بالظبط، والبي هنا بالرقم ده بالظبط اللي انا مطلعه، عشان لو لخبطت في الارقام دي هيطلع لك الرقم ده عباره عن كسور. هو يقول الى الزيرو بس انا عايزه زيرو خلاص. تمام. يبقى انا دلوقتي الموضوع بقى بسيط بالنسبه لي. تعال عوض. عوض اول حاجه، دي هتطلع لك معادله ودي هتطلع لك معادله. طيب لما تعوض الزد هنا ب 13 ونص، اوكي تعال، وتعوض بالبي بايه؟ بزيرو. يبقى الدي بتاعتك هتساوي كام؟ 13 ونص في كام؟ بس بالسالب. في السي، في الايه؟ في السي. بس القيمة هنا بايه؟ بالماينس، لان انت عكس. ماشي يا عم محمود. يبقى ده اول معادلة. المعادلة الثانية، لما البي بتاعتك ب 5.643 ايكوال، كانت الزد بتاعتك بكام؟ 4. يبقى سي في 4 بلس مين؟ الدي. تقدر تحط الدي اهو اللي هو سالب 13 ونص سي اللي هي هنا، اضربها في 4 يديك على طول مين؟ سي. المجهول الوحيد هيبقى عندك مين؟ الدي بقى. ما انت دلوقتي هتدخل القيمه هنا. لا هتشيل الدي وتحط مكانها. ثواني معلش انا اسف. صح صح صح، هتحط الدي بقيمتها هيطلع لك قيمه مين؟ سي. السي لان هو مجهول واحد، طلع قيمه السي وتروح تعوض في اي معادله فيهم. اجمع لا في اي معادله، اي واحد حتى لو في الاصليه، اي معادله تطلع قيمه مين؟ السي والدي. يبقى ده اول حته حليناها مع بعض اللي هو الجزء. لا هعوض في دي عشان ديت اللي انا جايب منها السي. ما انا بقول لك هعوض في الاصليه عشان ما عايز. لا اي اي واحده في دول، اي واحد دي او دي، دي او دي هتديك طبعا لازم نفس الرقم.
مش الاصليه. لا الاصليه انا مش عارف اني زبده بالظبط كده. ماشي يا عم، يبقى احنا كده حلينا اول اشكاليه اللي هو الجزء بتاع السويل لوحده. في مشكله، طلع هنا اهو، طلع لك قيمه ال هنا اهو، طلع لك السي بقيمتها بكام، ماينس او بوينت كام 594، والدي بكام 8.019. ماينس دي ايه بس؟ ما هو طلعت القيمه طلعت بالماينس. ماينس لا يعني دي معناها ايه؟ تمثل ايه؟ شو السلامه دي معناها ايه؟ لسه هيقراها لانها معلش بس السي والدي في المعادله. لا ما هو انا لسه هاجي لما ادخل البرنامج هوريك المعادله. خلاص؟ واحده واحده بس. يبقى انا دلوقتي انا عملت هو انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز ادخل للساب اعرف له توزيع المثلث اللي انت شايفه ده، توزيع المثلثات دي، ان هو مش هيفهمه، مش هتقدر تدخله بشكل سهل يعني. خلاص؟ عشان كده لما بتيجي لو الحمل يونيفورم انت كنت بتعمل ايه؟ لو الحمل يونيفورم كنت بتختار البلاطه وبتقول له اساين اريا شيل، وبعدين توزع الحمل بتاعك على كامل المسطح. انما لو عندك الحمل بتاعك مثلث بالشكل غير منتظم، يبقى ساعتها لازم تدخله بالمعادله اللي هي دي. خلاص؟ خاصه لو عندك الحمل بتاعك ميه وتربه، بيتعرف حاجه زي ما هنشوفه كمان شويه اسمها جوينت باتر. خلاص؟ واحده واحده كده. الموضوع يبان في البدايه مش مفهوم لان انت اصلا ما اشتغلتش سويل قبل كده، وهتلاقي نفسك اصلا بعيد عن السويل. انت واخد بالك؟ انت كل شغلك استراكشر وبتاع، وزي ما اتفقنا اصلا الكلام ده بيبقى من مهام مهندس مين؟ مهندس الايه؟ السويل الجيوتكنيكال. خلاص؟ تمام. يبقى انا كده طلعت اول مين؟ تو فاكتور السي والدي للانهي جزء؟ الجزء اللي فوق. طيب تعالى بقى للجزء اللي تحت. لما كانت السي لما كانت الزد بتاعتك باربعه، لما كانت الزد بتاعتك باربعه البي كانت بكام؟ باثنين. ولما الزد بتاعتك بزيرو البي بتاعتك بكام؟ بي 3. نفس الكلام هتروح تعمل ايه؟ احسب سي ودي تاني اهو. لما السي بتاعتك بزيرو، ماشي، لما الزد بتاعتك وليه بزيرو كانت الايه؟ بي 3. طب لما كانت الزد بتاعتك باربعه بي 2 اهو. تعوض برضو ايه؟ بنفس الشكل اللي انت شايفه ده، تطلع قيمه برضو مين؟ سي ودي جديده لمين؟ للجزء اللي تحت ده. طيب الجزء بتاع الميه بقى نفس الكلام. لما الزد بتاعتك كانت بزيرو بي كانت بكام؟ 4 ب 4 صح؟ طب لما الزد بتاعتك كانت ب 4 بزيرو البي بزيرو مش كده؟ طيب هتعمل ايه؟ نفس الكلام اهو، تروح تعوض فين؟ في المعادلتين، هتطلع قيمه برضه مين؟ سي ودي جديده لمين؟ للوتر. خلاص؟ طب تعالى كده نشوف الكلام ده ممكن امثله ازاي على الساب. ما هو اللايف لود احنا قلنا يونيفورم. يونيفورم تمام. اللي هو ده. هو عباره عن مين؟ يا قصدي حضرتك ده مفيش فيه مشكله؟ لا 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 خالص، ما هو يونيفورم على الكامل من الاول للاخر هو بوينت 3 3. مفيش اي مشكله يونيفورم. ويمكن دي هتفهمك دلوقتي حته، لما هو انت عارف لو الحمل كله يونيفورم ما كنتش دخلت انا في الاشكاليه ولا معادله ولا كلام من ده. كنت دخلت على طول اخترت الحيطه ودخلت الحمل عليها يونيفورم على طول. انما الحمل مثلث لا، الموضوع هنا هيختلف. تمام؟ تعالى كده اهو، انا هعمل ايه؟ انا همثل الريتيننج وولز. هو احنا لما بنيجي نحل بلاطه انت بتاخد شريحه ايه؟ عرضها ايه؟ واحد متر. فانا هاخد شريحه برضه فين؟ في الريتيننج وولز عرضه كام؟ واحد متر. في ارتفاع كام بقى؟ الارتفاعات اللي عندي. 9.5 اللي هي بالظبط كده، اللي هي اللي هي 4 و4 ونص وكام؟ 5. واصله؟ يبقى انا هاخد شريحه عرضها ايه؟ عشان تمثل الكلام ده هتاخد شريحه عرضها 1 متر. فطبعا النقطه دي نقطه اكس، يعني الاحداث بتاعها اكس مين؟ اكس ايه؟ اكس زد. ايوه كده. خلاص؟ فانا عندي الشريحه دي كام؟ 1 متر. في ارتفاعات كام بقى؟ دي 4 ودي 4 ونص ودي
خمسة. فانا عشان امثل الكلام ده على الساب هعمل جريد. اتفضل. الاكس هنا داخلها في المعادله مش معادله لا اكس واي. انا مش عايز غير الزد بس. لان الزد هو الحمل عليه، هو الحمل اللي بيروح عليه. خلاص. طيب هعمل ايه بقى عشان امثل الكلام ده؟ اقول له رايت كليك، هعمل ايديت جريد داتا، وبعدين اقول له موديفاي. ماشي. هتروح بس تقول له اد اد اد، وتيجي بس تخلي النظام بتاعك سبيسنج. خلاص. طيب انا زي ما قلت لك انا عندي احداث بتاعي هيبقى مين ومين، اكس زد. طيب يبقى انا عندي الجريد اكس عندي مين واحد. بس لو انت هتشتغل بنظام السبيسنج لازم تقفل بزيرو. لو هتشتغل بنظام اوردينيتس يبقى تبدا بزيرو وتقول واحد، وتبقى كيوميلاتيف بقى. ازاي يعني؟ تعالى هنقول خليها سبيسنج الاول. فسبيسنج هتقول له واحد وكام، وتقفل بزيرو. خلاص. وهعمل بس هنا ايه، اقول له A و B يعني مسمى بس اي دي. خلاص. طيب لو انا جيت بقى في الزد بقى هقول له ايه بقى، انا عندي مين صح أربعة بقى عشان الزيرو، هختم بزيرو اهو، هقول له أربعة. فانا عندي اول واحد مين، أربعة، أربعة ونص، خمسة، واقفل بزيرو. خلاص. وهحط اي دي اللي هو زي الاكسات كده اللي هو الاكسيز. خلاص. طب هو انا لو كنت اوردينيتس كنت عملت ايه؟ كنت بدات بزيرو، اقول له 0 8 واقول له بعد كده 4 وبعد كده اقول له ايه 8 ونص وبعد كده 13 ونص وهكذا. انما النظام اللي هو السبيسنج ده افضل. فانت قصدك بجمع بقى بجمع بالظبط كده بالظبط. هاجي بس هنا اهوت على البابل سايز ده خليها بنص اللي هو قطر الدايره بس اللي هي بتاعت الاكسيز، ما لا فرقه معاك سيبها زي ما هي مش فرقه. اوكي اوكي. هيقوم لو انت جيت على اكس زد كده اهو بس عمله لك اهو، دي البابل سايز اللي انا بقول لك عليها. هتعمل ايه؟ هتروح تديفاين ماتيريال اللي هي مين؟ ال 4000 بي اس اي دي، هتقول لها موديفاي وتدخل مين؟ ها؟ وتدخل الحاجات اللي احنا عارفينها اللي هي المودولس اوف الاستيستي والجاما بتاعتي وهكذا. هتعرف بقى المره دي اري وتقول له اد نيو. هتعرف مثلا ريتيننج وول سكنسها مثلا هنقوله مثلا وليكن 30 سم. خلاص. حيطه 30 سم سكنسها 30 سم، قول له اوكي اوكي. خلاص تمام. هتروح ترسم ازاي؟ هتيجي هنا على كويك درو اريا العلامه دي، او ممكن تروح على درو وتقول له كويك درو اريا وتعمل ايه اهو، علم بس في النص كده واحده واثنين وثلاثه بس خلاص، واطلع سكيب كده رسم لك مين؟ عملنا هو كده رسم لك الاريا دي الحيطه. عرضها 1 متر؟ ما هي العرض هو 1 متر في الارتفاع. اما هي 30 سم السكنس. بص بيبان فين؟ معلش بيبان من هنا لما تيجي تقول له من هنا اكسترود، وتيجي تقول له تعالى في ال 3 دي اهو السكنس لجوه. تمام تمام. هروح امسك ده وده وده وايوه الصين ايه الاسترين، اديله مين حلو قوي، وامسك دول واروح اقول له ايه بس خلاص. هتروح بقى تعرف له ديفاين لود باترن. رحمكم الله. عندك ايه اللود باترن؟ ايه الاحمال اللود باترن؟ الماي فلود. ايوه. والووتر. ايوه. والسويل. ده اللود فاكر لما كنا بيبقى عندنا بلاطه فكنت بعرف اللود باترن عباره عن مين؟ ايوه صح، هم دول بقى. بس انا عندي احمال بقى مختلفه دلوقتي، فانا هقول له اه انا عندي ديد لود وعندي كمان مين؟ اللي هو الستريت شارج اللي هو اللايف لود، قول له اد نيو، وعندي مين بقى؟ ايرث بريشر نوع اذر، قول له اد نيو، ومين كمان؟ ووتر بريشر، وقول له اد اذر، وقول له اوكي. كده انا عرفتهم اهو. وزيرو ده اللي هو اللي انا وزيرو انا اللي هدخله. تمام. بص كده اهو، لو انا جيت بصيت انا عندي ده الشكل بتاعي اهو،
الحمل بتاعك لما هيدخل هيدخل في انهي اتجاه يا احمد؟ ايوه ازاي؟ المفروض الجوينت دي كانت تتقلب. انا عايز دلوقتي احط، لا لا انا عايز احط دلوقتي الحمل لايف لود. ايوه بالظبط كده كده اتجاه واي مش كده؟ فهتعلم عليهم كلهم وتروح تقول له اساين اساين ايه اريا لود يونيفورم شيل، مش ده اللي احنا متعلمينه اهو؟ لا مش اكس بقى يا باشا، احنا في 3 دي الحمل بتاعك عمود يا احمد عمود. ماشي تمام. ايوه مش كده ولا ايه؟ ايوه فانا هاجي اقول له من هنا ادي اللايف لود قيمته بكام؟ 0.33 ايوه يونيفورم. لما تيجي تقول له ابلاي اوكي كده دخله مفيش اي مشكله. خلاص مشكلتي في مين بقى؟ في المثلثات. في المثلث سويل وايه؟ فاروح اعرف حاجه هنا اهو ديفاين حاجه اسمها جوينت باترن. جوينت باترن اعرف مين جوينت باترن لمين؟ للحاجات اللي هي عندي مش عارف ادخلها، اللي هي الووتر وايه؟ الووتر بريشر ومين؟ والارث بريشر. ارث بريشر اقول له ايه؟ كده تمام واقول له اوكي. تمام؟ تمام. تعالى كده اهو، تعالى على اكس زد تاني. هسيف بس الفايل بتاعي. هي الركائز راحت فين؟ هي موجودة بس ايه؟ مخفية يعني بتستاهل. ماشي تمام كده. يبقى انا دلوقتي دخلت مين؟ اللايف لود. خلاص عايز ادخل مين بقى؟ عايز ادخل الايرث بريشر اللي هو المثلث الاول. فالمفروض يقرا لي فوق زيرو ويقرا لي تحت مين؟ بي 2. ادخلها ازاي ده بقى؟ عن طريق المعادله اللي احنا ايه اتفقنا عليها. فالكلام ده ازاي؟ هتروح تعلم على دول كده على اللي هي الجوينت باتر بتاعتك وتروح تقول له اساين وتقول له هنا حاجه اسمها جوينت باتر. بعد اخر واحد ما هو الجزء اللي فوق ده، الجزء اللي فوق ده اللي هو بتاع مين؟ بتاع التربه. ايوه انما ده ميه وتربه، فده لوحده وده لوحده. خلاص فتروح تقول له جوينت باتر. بص كده اضرب بعينك مين دي؟ المعادله بتاعتك ايه اسمها؟ باترن فاليو. عباره عن ايه؟ اكس الباترن فاليو ده اللي هو مين؟ البي. البي الاي اكس بلس بي واي بلس مين؟ سي زد بلس ايه؟ الدي. احنا جبنا كل حاجه صح؟ طيب هو الاول هنا بيسالك على الجوينت باترن نيم، انت عايز تدخل مين الاول؟ ارث. يبقى ارث بريشر. خلاص؟ بيطلب منك الاي والبي والسي والدي. ايه وبي وبزيرو. طب السي والدي؟ ما احنا جبناهم يا باشا صح؟ اللي هي دي ودي. لا اول واحد فطبعا هتاخد ده باشارته، قول له كنترول سي وتيجي جاي هنا قايل له ماينس كام الرقم ده كنترول زد. طب واللي تحت؟ نفس الكلام كنترول سي. ده عباره عن احداثيات ايه؟ عباره عن احداثيات. لا الاحداثيات اللي هي عباره عن ايه واكس الاي والبي والسي والاكس والاي والواي والزد، ده الاحداث اللي انت شغال عليه. ده معاملات اللي انت بتعرف بيها الحلم. خلاص تمام كده انا عرفت الكلام ده. طبعا مش فارق تقول له اد او ريبليس، انا لسه اصلا ما عملتش اي حاجه. خلاص تمام. هو هنا بيقول لك هنا اللي بيقول لك يوز اول فاليو ولا زيرو نيجاتيف فاليو ولا زيرو بوزيتيف فاليو. هو طبعا اول فاليو يعني ما تاخدش معاك اصلا في موضوعك في الاعتبار موضوع الاشارات. يعني هقول له ابلاي واقول له اوكي. خلي بالك بقى هنا بكام؟ بزيرو. بزيرو عشان كده مش عاطي لك فاليو اصلا. عارف لو طالع مثلا 0.008 مثلا هيكتبه لك. فده لو انت طالع عندك الرقم هنا، لو طالع عندك رقم هنا ايا كان يبقى انت عندك مشكله فين؟ في الحسابات اللي انت حسبتها بره. خلاص؟ طيب القيمه هنا بكام؟ 2.9 اللي هي انهي؟ اللي هو الجزء هنا بالظبط. هو هنا بالظبط. يعني انت لو عملتها بالاستكمال
او حساب المشاركات تطلع لك برضو القيمه بتاعت الاثنين بوينت. طب تحت طلع بكام؟ 5-6-4 اللي هي نفس القيمه بتاعت مين اللي احنا جبناها هنا بي 2 بكام؟ 5 هي دي 6-4 واصله ولا لا؟ تمام. تمام. هاجي هنا اهو واقول له سيف. فاضل لي مين بقى؟ فاضل لي ده وده. تمام. هروح اقول له اساين مين؟ جوينت باتر. عامل مرتين هنا بقى، مره تربه ومره ميه. صح؟ ايوه بالظبط كده. هدخل التربه الاول. طب الجزء بتاع التربه فين؟ ما احنا عملناه اللي هو ده. اقول له كنترول سي واجي هنا اهو واقول له كنترول في واجيب مين؟ عامل ده اقول له كنترول سي واجي هنا اقول له ايه؟ كنترول في. بس خلي بالك بقى اقول له اد ولا ريبليس؟ لا ريبليس. لا لازم ريبليس. عارف ليه؟ لو قلت له اد هيجمع لك الرقم ده على الرقم اللي هنا. مش عايز كده. ده انا المثلث اللي تحت ده لوحده انا عندي القيمه هنا اهو ثابته هي بي 2 ماشي؟ القيمه هنا بكام؟ بي 3. فانت لو قلت له اد هيجمع لك الرقم اللي موجود عنده على الرقم اللي هو بي 2 اللي هو عنده اصلا. ويحطه في بي 2. اه طبعا هيجمعهم مع بعض. انت بتقول له اد اجمع. انت معايا يا احمد ولا ايه؟ ايوه. انما لو قلت له ريبليس هيشيل هيشيل مين؟ اللي ويحط الجديد. خلاص؟ طيب هعمل ايه؟ هاجي اقول له ريبليس واقول له ابلاي واقول له اوكي. بص خلي بالك بقى اهو نفس الكلام هنا في مين؟ بي 2 اللي هي ما اتغيرتش. طب بي 3 بقى اللي تحت اللي احنا دخلناها بقى 6 بوينت كام؟ طب انا عايز بقى اقول للبرنامج خلي بالك احنا لسه عندنا الميه. خلاص سيب الميه دلوقتي. انا عايز اقول بقى للبرنامج حول لي الجوينت باترن ده لسيرفس بريشر على مين؟ على الحيطه. يبقى انا عايز اقول له الحمل ده اهو مش المفروض انا كنت عملت ايه واحنا شرحنا ده من شويه ان انت تركز الحمل. انا عايز بقى اقول للبرنامج ركز لي الحمل بقى كسيرفس بريشر على مين؟ على الاريا اللي عندي. طب اقول له الكلام ده ازاي؟ هعلم له على مين؟ على الجوينت باترن واعلم له على دي وعلى دي. خلاص؟ وبعدين اقول له تعالى كده في ال 3 دي عشان تشوف اكتر. واروح اقول له اساين واقول له اريا لود واقول له حاجه اسمها سيرفيس بريشر. بس معلش هو ممكن انا اشوف التوزيع التحميليه المسلسلات دي ولا بيظهرهاش؟ لا مش بيظهر. مش بيظهر. اقول له سيرفيس بريشر. خلاص؟ طب سيرفيس بريشر يا هندسه لود باترن بتاعت مين؟ الارث بريشر. طيب هو بيقول لك هنا انت عايزها البريشر بتاعك باي اليمنت ولا باي جوينت باترن؟ لا هي مش اليمنت انا معرف لك مين؟ جوينت باترن فتختار لي الجوينت باترن من مين؟ من الارث بريشر ما انا معرفه. خلاص؟ طيب بيقول لك المالتي بلاير دي هنا لو بزيرو يبقى انت كده ولا عملت حاجه فتدخل القيمه هنا بكام؟ واحد صحيح. لكن لو سبتها بزيرو هيصفر لك الحمل بتاعك السيرف بريشر. تمام؟ فتخليها هنا بواحد. طب اد ولا ريبليس؟ انا ما عملتش اي حاجه. مش فاهم. اتفضل. اللي هي فين؟ بيقول لك اللود فيسز عايز بيقول لك توب ولا بوتوم ولا ايدج ولا فارقه معاك. ما هو انت لو عرفت ديت يبقى انت هتعرفه على حاجه اسمها باي الم واحنا ما دخلناش في باي الم. زي نود. خلاص؟ مثلا. خلاص؟ فهقول له خلي بالك بقى بص اللي هيحصل هنا. المالتبلاير ده لو انا خليت الفاليو هنا بزيرو يا احمد هيحول لك الفاليو بتاعك كله على السيرف على السيرفس بريشر بزيرو اكنك انت خدت الجوينت باتر ضربته في زيرو فصفرت انت تضربه في واحد. خلاص فانا بضربه في واحد صحيح. وبعدين اقول له ابلاي خلي بالك بقى ايه اللي هيحصل. عمل ايه؟ شوف عمل لك اسهم كده اللي هي ايه؟ اللي احنا قلنا عليه. لسه بياخد 33 ولا هو بيحل؟ لا هو الراجل بيحل فاينايت اليمنت فما تسالوش تلت وتلت وتلتين ده لو مانيوال. انما الراجل بيحل فاينايت اليمنت ده دي طريقه ده طريقه شغل معينه. خلاص؟ طيب يبقى انا كده عملت ايه؟ بالظبط كده. عايز اعمل ايه برضو؟ اخد برضو اللي تحت اللي تحت اعمل ايه برضو؟ هي ايرث بريشر تمام؟ واعمل ايه؟ وايرث بريشر وده بواحد. خلاص؟ وبعدين اقول له ايه؟ اقول له ابلاي
له ريبليس برضه. بس هتقول له ريبليس مش قادر. عشان بالظبط عشان ما يجمعهوش نفس الكلام. بص خلي بالك حتى لو جيت قربت قربت قربت، بص اعمل لك فوق كام وتحت كام، نفس القيمه. هي اختلفت؟ لا اختلفتش خلاص. نفس الكلام هنا تمام. يبقى انا كده لحد دلوقتي زي الفل. طيب هو انا لو كان الشكل السهم ده طالع لبره يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى طالع لبره، يعني مثلا بدل ما هو بيضغط طالع لبره بيبص بس لها بسالب واحد يعني. يبقى ايه؟ يبقى تخلي بقى المالتي بلاير هنا بسالب واحد لو كان باسف يعني، لو كان باسف من جوه يعني الحيطه هي اللي بترد على التربه نفسها. معايا ولا ايه؟ يعني الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه بالظبط كده. ايوه مثلا خلاص. طيب انا كده يا جماعه عرفت مين؟ التربه. عرفت التربه، فاضل لي الميه بقى. فعرف دول، امسك الجوينت باترن دي والجوينت باترن دي. طبعا هقول له مين الساين ومين جوينت باتر. ادخله بقى هنا مين؟ قيم اللي هي مين؟ سالب واحد واربعه. فاجي هنا اهو اقول له ده سالب واحد وهنا قيمته باربعه. بس هنا بقى طب هتقول له اد ولا ريبليس؟ ولا فارق بقى ليه؟ دي حاجه جديده. دي حصاله ثانيه خالص. فاقول له مش فارق يا احمد، لا اد ولا ريبليس. اقول له ابلاي. بص عمل لك ايه؟ ايه اللي حصل؟ هنا اهو القيمه بكام؟ بزيرو. انما فتحت زي ما احنا قلنا. تقوم تعمل ايه بقى؟ تمسك دول برضو وتروح تعمل ايه؟ تروح تقول له اساين مين؟ اريا سيرفيس بريشر. طيب على انه مين بقى؟ ووتر. خلاص؟ وهنا ووتر واحد واقول له ابلاي. بس خلاص. دخلنا اللايف لود، دخلنا اول حاجه. طب مش هركزوا اللايف لود يا ابني؟ لا اللايف لود ده اصلا يونيفورم على الكامل. انت واخد بالك؟ انا قصدي المفروض هركزوا. بص يا احمد اللايف لود كده كده متوزع بالكامل، فهو فاهم اصلا اللي هو اليونيفورم هيبقى في النص. انما انا مشكلتي في المثلثات دي، فعشان كده عرفت جوينت باتر. وبعد كده بعد ما عملت الجوينت وعملت اساين ليها ودخلت المعادله بتاعتي اللي هي الباترن فاليو، بعد كده عملت مين؟ عملت بقى السيرفس بريشر. قلت له بقى ركزه لي. دي اوتوماتيك هيركزها. طبعا هو الحمل اليونيفورم كده خلاص. بس خلاص هعمل ايه؟ هتروح الاول قبل ما تعمل رن تروح تعلم على الشكل بتاعك وتروح تقطعه. تقول له edit edit ايه area divide area وتقطعه لي ربع في ربع مثلا. apply اوكي. بس خلي بالك بقى هتروح تعمل ايه؟ تختار دول كلهم. ما طلع لك طلعت لك جوينت ثانيه وتروح تعمل لها ايه؟ اجمعهم assign joint restrain وhinge بالشكل ده صح؟ ونفس الكلام هنا هتمسك له النقطة دي ودي ودي مش كده؟ صح؟ وهنا أنا نفس الكلام. وهنا برضو خلاص؟ بس خلاص. هتروح بقى تقول له بعد كده من analyze في هنا حاجة اسمها analysis، أو في هنا حاجة اسمها اللي هو ال set analysis option. دي بيقول لك ال set analysis option دي ال variable اللي هو degrees of freedom. الشكل بتاعك هو 2D ولا space frame ولا plan frame ولا plan grid ولا space truss؟ عبارة عن مين؟ عبارة عن X ايه؟ X Z plan مش كده؟ عشان ياخد يعني في اعتباره موضوع الديجريز اوف فريدم. حتى ده انت ممكن وانت بتحل يعني الاوبشن ده، ممكن لو احنا عندنا بلاطه، لما مش احنا كان عندنا البلاطه اللي احنا كنا شغالين عليه، لما تختاره تختار مين؟ اكس واي بلان. خلاص؟ لو بتحل مثلا حاجه سبيس تراس، يعني عندك مثلا مصنع فريم، فتختاره مين؟ سبيس يا تراس يا فريم، على حسب هو عندك ايه؟ خلاص؟ تمام. هتروح تديفاين لود كومباينيشن.
دي الخطوة دي لازم اعملها هندسة يعني؟ مش لازم، لو نسيتها مش لازم. لا طيب هتعرف له اللود كومباينيشن، اللود كومباينيشن لا ولا ولا بتعمل. بس من الافضل والادق انك تعملها خلاص. هتقول له الديد لود بلس اللايف لود بلس الايرث بريشر بلس الووتر بريشر. دي الحاله الأسوأ اللي ممكن تحصل، ان يحصل التاثير من اللايف والديد والايه والووتر مع كل حاجه، اد وايرث ولايف ومين ووتر. ممكن انت تعمل حاله تانية يبقى ديد ولايف مع ايرث بس، وديد ولايف مع مين ووتر بس، وتعمل حاله ثالثه الديد واللايف بس، وهكذا خلاص. مش كده هطلع رياكشنز على مش رياكشنز، انا مش عايز رياكشنز اللي هي المومنت على اسوء حاجه بالظبط، اللي هي الاسوء حاجه. الناس معلش يعني الارث بريشر لما انا كتبتها المفروض انا مش انا هعرفها بقى كمعادله، انا مش انا حطيتها بزيرو اساسا، انا هكتبها في الاول خالص. ما انت مدخل الاحمال بتاعته. اه دي اللي انا ما هي وهو ده الحمل. هي السي ودي ايوه اللي هو الجوينت باتر خلاص. طيب هتعمل ايه بقى؟ هتروح تقول له رن خلاص. واهم حاجه بالنسبه لي، اهم حاجه بالنسبه لي تسليح الريتيننج جورز يا جماعه. يعني لو انا جيت بصيت كده اهو، الحديد بتاعك برضو بيدخل نفس الكلام، طبقتين حديد، طبقتين حديد في الاتجاهين، يعني دي ده حديد اهو والحديد الازرق ده في الاتجاه التاني، اكنك بلاطه وعملت لها ايه؟ فاكر الشير وول؟ هي الشير وول، بس الشير وول دي كانت بتاخد كنات. فالحديد ده ما بعرفش يعني ايه؟ مش المفروض الكور ده يبقى في النص جوه الفريم اللي هو ده؟ الاحمر ده يبقى جوه يعني؟ لا عادي، ايه المشكله؟ يعني انت قصدك ان ده يبقى طالع بره كده؟ اه عادي خلاص. فعندك دلوقتي شبكة حديد، طبعا ده الحديد بتاع مين؟ اللبشة. انما الحديد ده اللي هو بتاع مين؟ ريتيننج وولز. بص داخل او بريجل، يعني نزل 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 ودخل بريجل، ونفس الكلام في الاتجاه الثاني دخل بريجل خلاص اللي دي، ونفس الكلام الحديد اللي فوق ده واقف لحد تحت عشان كده عمل لك وصله هنا، يعني دي الوصله اللي هي ال ال دي اللي هي دي الجزء ده، ده ال ال دي ده ايه ال دي ولا ده وصله الديفلوبمنت تراكم؟ ما هو هو لا الديفلوبمنت لينث هو طول الرباط، مش ده تراكم وصله؟ بص طول الرباط يا احمد اللي هو الجزء اللي داخل لجوه ده اللي جوه ده تمام، انما الجزء ده هو طول وصله الركوب. احنا فسرنا الموضوع ده وعرفنا ايه الفرق ما بين طول الرباط وطول ال خلاص. طول الوصله ده هو عباره عن ايه؟ اللي هو لما سيخ بيقف وسيخ تاني مكمل بيركبوا مع بعض الوصله. وقلنا كمان ان الوصلات دي لازم تكون فين؟ في اماكن ما فيهاش ازمه. ايوه زيرو مومنت، ما يكونش 60 فاي تقريبا، يكون 60 فاي او 40 فاي. اه خلاص 60 فاي تقريبا كان في الشد و40 في الضغط. و40 في الضغط. طب وطول الرباط عرفناه كان بيتحسب من معادله كبيره كده، وكان في فاكتور ثلاثه فاكتور الفا وايتا وبيتا. خلاص طيب تعالى كده، لو انا جيت بصيت هنا اهو هيطلع لك، لو انا جيت مثلا على حاله الأسوأ دي قلت له ابلاي كلوز طيب في هو في حاجة الهندسة هنا مش المفروض أصممه ألتيميت إيه؟ مش أنا المفروض أصممه ألتيميت؟ ألتيميت إيه؟ يعني اللي هي حالة تصميم الألتيميت ولا لا ولا آه عادي. ما هو أنت بالظبط كده اللي هو إيه الألتيميت؟ يعني مثلا أنا باجي أصمم مثلا بطولات أو عمود في ألتيميت في ألتيميت أهي طبعا نفس المعادلات. هي الالتيميت كانت ايه؟ اللي هي الديد لود وعندي اللايف لود صح؟ الالتيميت الفاكتورز اللي انت كنت بتضرب فيها اللي هي كانت ايه؟ قصدي احنا ما ضربناش هنا فوق 4 4 6
ما هو انا بص الفكره كلها ان احنا شرحنا اصلا حالات التحميل دي 100,000 مره. يعني مثلا اللايف لود في الالتيميت واللي عندك الفاكتور بتاعتك ب 1 و4 1 وكام. وحتى كمان لو جينا فتحنا السلايدز لو تفتكر فين كانت في الهاي رايز دي يا باشا، حالات سواء الالتيميت او الوركينج. فين عشان المعادلة؟ دول الوركينج يعني، المفروض تعرف له المعادلة دي. مش انت عندك معادلات وركينج والتيميت؟ يعني انا لو جيت بصيت فين، فاكر انت المعادلات دول؟ معادلات ايه دي؟ التيميت انت واخد بالك؟ طب معادلات الوركينج، طيب لو تفتكر المعادلات بتاعت الالتيميت كانت عندك معادلتين، معادلة اسمها 1 و12 ديبت بلس كام؟ بلس الفا اللايف بلس اور ماينس مين؟ وكان عندك معادلة تانية 9 من 10 ديبت بلس اور ماينس مين؟ فكنت بتطلع من دي عدد، ودي دي 8 تقريبا، ودي 8 16 حالة تحميل، دول التيميت. طب الوركينج بقى، الوركينج على حسب بقى، كنت قلت لك هنا عندك لما تيجي تصمم الفاونديشن هم المعادلتين دول، اللي هي المعادله دي الديد لود بلس الفا لايف لود على 1 و12 بلس السايزميك على 1 و4، وده عرفناها واحنا بنعمل التشيك بتاع مين؟ البري كاباستي. لو رجعت للبري كاباستي مش شرحنا الكلمتين دول، هي دي المعادلات اللي انا هستخدمه. إيه انت دلوقتي عايز، انا الفكره كلها دلوقتي ان انا عايز اصمم الريتيننج وولز، بس قبل ما تصمم الريتيننج وولز لازم تعمل حاجه اهم، اللي هي مين بقى؟ تشيك الكراك. هل هيحصل كراك؟ الكراك المسموح بيه في الريتيننج وولز 3 من 10. طيب الكلام ده اعمله ازاي؟ الاول في برنامج جميل جدا هنا اللي هو ار سي ام اي سي اي بيلدر، خلاص هتلاقوه معاكم في الحصه. لو انا عايز اتشيك، هو انا معلش قبل التشيك، هو انا كده يعني المعدات اللي انا كاتبها دي ناقصه؟ انهي معادلات؟ احنا دلوقتي عملنا لود كومباينيشن بان احنا جمعنا الاربع حالات. حلو، ايه الفرق بين ان انا اجمع الاربع حالات او ان انا اعرف ال... لا هو ايه المفروض يحصل؟ معلش عشان انا دلوقتي تاني، انا حضرتك بتكتب لي حاجه وبعد كده حضرتك تيجي تقول لي احنا كان المفروض نعمل كذا. لا انا انا ايه فين بقى؟ احمد، احنا دلوقتي عندنا دي المعادلات الالتيميت، عندنا معادلات التيميت او لود كومباينيشن التيميت، وعندنا وركينج. لو تفتكر واحنا بنشرح الفاونديشن قلت لك لما تيجي تصمم القطاع بتاعك تحت بتصممه مين؟ وركينج، عشان يديك مساحه سطحيه اكبر. نفس الكلام هنا برضو في الريتيننج وولز، عشان كده جمعت لك الحالات كلها مع بعضها، قلت لك الديد زائد اللايف الفاكتور كله كان بكام؟ ديد زائد لايف زائد ايرث بريشر زائد مين؟ ووتر بريشر، فالفاكتور هنا كله كام؟ بواحد، اللي هي وركينج يعني. انما لو انت هتصمم حاجه التيميت يبقى تعمل ايه؟ يبقى تروح بقى الكود تدخل في المعادلات بتاعه الالتيميت وتعرفها عشان تصمم عليه. لكن احنا بنصمم على الحاله الأسوأ اللي هي تجميعه الايه؟ الميه والايه؟ والتربه والديد لود واللايف لود كله. عندك حاجتين قلت لك، لازم تعمل تشيك الاول على الكراك قبل ما تصمم وتحط حديد. طب ما ينفعش احط زلازل هنا معايا؟ لا زلازل ايه؟ ما فيش سلاسل هنا، انت عندك الاحمال المؤثره على الريتيننج وولز هم اتنين بس. ما الزلازل ايرث بريشر ايه؟ ما لو حصل زلزال هيأثر معايا. بيأثر على ايه؟ في ال... لا بس انت لما بتيجي تحلها بتحلها على الحبلين دول، ايرث بريشر والووتر بريشر. خلاص؟ لا لا ما فيش، خلاص؟ طيب الكلام ده هنعمله ازاي بقى؟ هتيجي تدخل على الكراك ويتس. الكراك ويتس. دبل كليك عليه. خلي بالك البرنامج شغال بمين؟ كود امريكي، خلاص؟ طيب بيطلب منك الاف سي داش يا كام؟ ايوه اللي هي كانت تقريبا 24 لو هي ب 30 صح؟ طب بيطلب منك الاف مين؟ ييلد اللي هي بكام؟
وبيطلب منك كمان مين؟ الموديلس اوف الاستيستي. عندك معادلتين في الكود الامريكي اللي هي ال 4700 جذر الاف سي يو اللي هو سكوير في جذر الاف سي يو، او في معادله ثانيه بتاخد فيها فاكتور اوف سيفتي زياده. فخلينا في الاولى اللي هو 4000 وايه و700 جذر الاف، احنا عندنا 4400 جذر الاف سي يو. ان انت هتيجي هنا في الموديلس اوف الاستيستي، دي الموديلس اوف الاستيستي بتاعت الحديد اللي هي كانت ب 2000 طن، اللي هتضربها في 10 يديك 200000 ميجا باسكال ان بي اي. بس هنا ما تقدرش تعدلها لان هو البرنامج اصلا شغال كود امريكي. خلاص؟ طيب اللي بيطلب منك الدنستي اوف كونكريت اللي هي مين؟ الجاما اللي هي بكام؟ اللي هو خلي بالك البرنامج شغال ان ام بي اي اللي هو نيوتن، وشغال بالكيلو جرام، وشغال بالملي، فتخلي بالك من الوحدات. طب بيطلب منك السكشن بتاعك، انت واخد سكشن عرضه كام؟ واحد متر، فادي واحد متر. اتش بتاعتك اللي هي مين؟ 13.5. لا الاتش بيقول لك السكشن هاي سيكنس 30 اللي هي 300 الحيطه سيكنس الحيطه. خلاص بيطلب منك الكفر بقى. ما ابص خلي بالك انت لو في حاجه من هنا انت مش عارفها، لو جيت بصيت على الريفيو ده، الريفيو ده هنا مثلا بيقول لك هنا عندك حاجه اسمها اي سي واي تي. طيب اي سي بيقول لك الكفر تو سنتر اوف كومبريشن ستيل. هو عامه الكفر احنا بناخده بكام؟ 30 في البلاطات، 25 يعني في الحرب. في الاواعي اللي هو بيبقى 30 لا الاواعي بيبقى 50 ل 70. الاواعد 50 لو انت لو باخده 70 لو عندك المياه الجوفيه عاليه. هو 7 سم. هو 7 سم. لو المياه الجوفيه عاليه عندك بتاخده بكام؟ 7 عشان تزود مين؟ الكفر بتاعك اكتر. ده بيتعمل بطوب اسمنت. ايه؟ بدل البسكوت بيتحط بطوب اسمنت. عيش حياتك. المهم يعني احنا هناخده مثلا 30. خلاص؟ كفر 30 مللي اللي هو 3 سم. طيب بص هنا بيقول لك تنشن ستيل وكمبريشن ستيل. طيب هو انا دلوقتي لو انا عايز الاول اصمم الريتيننج وولز هتصممه ازاي؟ خلاص ما انا قلت له من هنا الساين شيل، قلت له ام 11، قلت له ابلاي واوكي. تعالى كده بص بيقول لك هنا المينيموم والماكسيموم، مطلع لك المومنت بتاعك بماينس 4.113. يعني انا دلوقتي ايه؟ انا دلوقتي عندي اعتبر يعني انا عايز بس اسهل عليك الموضوع ايه؟ اعتبرها ان هي بلاطه. بس بلاطه ايه؟ بلاطه فلات سلاب. ماشي يا محمود؟ بلاطه فلات. فالبلاطه الفلات دي كان فيها حديد ايه؟ علوي. بس علوي فين؟ بس صح شبكه وشبكه ونفس الكلام فين؟ بس فانت هتطلع عزم، طلعت عزم اللي هو الماكسيموم كام؟ طلع 4. فتروح تطلع كميه الحديد. نفس الكلام لما كنت بتحل اللي وتروح تجيب ام 22 رحمكم الله، جيب ام 22 تطلع مين؟ حديد اللي هو يعني ده حديد في اتجاه اكس وده حديد في اتجاه واي، ونفس الكلام ده حديد في اتجاه اكس وده اتجاه واي، فتجيب ده ام 11 وده ام 22 ونفس الكلام اكنها بلاطه مفيش اي مشكله فيه. خلاص تمام. انا دلوقتي العزم طلع ب 4.131113 انت بتعمل ايه عشان اصمم البلاطه؟ طب تفرض مين هو القانون بتاع الطرافه الحديده؟ ايوه الـ M على كام؟ F يلد في الـ J في الـ D. فكنت بتفرض مين؟ صح؟ بتفرض مين؟ احنا قلنا في الفلاس لو كانت المينيموم 6 في 10 كنت بفرضها 6 في 10 ومش هتشيك عليه. صح؟ طيب هنا هتروح تعمل ايه؟ هتفرضها مثلا 5 12 وتروح تطلع من هنا مين؟ المومنت طلع ب 3. طب انا طلع بكام؟ باربعة. يبقى ايه؟ تزود مين؟ انا بعمل نجلكت للسالب ده. السالب ده بعمل له نجلكت. لا ما هو السالب ده معناه ايه؟ شد يعني؟ شد. ما انت عندك لان هيجي دلوقتي كمان شويه يسالك يقول لك الحديد فين؟ الحديد اللي في الكومبريشن. هو فين الحديد اللي في الكومبريشن؟ يعني انا دلوقتي انا واقف اهو
انا الحيطه، فانا جاي في حمل كده جالي ده الكمبريشن. ده الايه؟ ايوه بالظبط، ده الكومبريشن. طب اللي ورا الحديد اللي هيبقى في الطبقه الثانيه هيبقى مين؟ هيبقى الشد. بنفس الكلام انت بتاثر على الحيطه بالشكل ده، دي الحيطه اهي. فالحديد اللي هو هيبقى هنا هيبقى شايل مين؟ اللي هو هنا شايل ضغط، لان الحمل جاي له على طول. طب هو اصلا لو جيت بصيت على شكل الديفورميشن هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى شكله عامل كده صح؟ فعندك هنا اهو حصل للايه؟ للقطاع بتاع الريتيننج وولز حصل له مين؟ حصل له تنشن، فالجزء ده حصل له مين؟ شد. شد والضغط من حته. يعني انا كده باصص للجنب اللي هيحصل له شد. صح؟ ايوه بالظبط. خلاص؟ فبتبدا تعوض بقيمه الحديد مثلا 6 فاي كام؟ 6 فاي 12. اصل خلي بالك، اصل انت الاول هتطلع قيمه حديد تسليح وتدخل عشان تتشيك الكراك. الكراك ويتس هو اصلا في الخزانات هو مسموح لك ان يحصل كراك؟ ما هو نفس الكلام، انت عندك منسوب ميه، فممكن لو انت حصل كراك بتاعك عدى المسموح به اللي هو في حاله الريتيننج وول اللي هو 3 من 10 مللي، 3 من 10 مللي حاجه ايه؟ مفيش. خلاص؟ فانا دلوقتي مثلا هفرض حديد في الشد والضغط 7 12. طب هتعمل ايه؟ هتيجي جاي هنا اهو، هو بيسالك كده بيقول لك التنشن ستيل. تنشن ستيل هقول له مثلا كام؟ احنا قلنا 7 كام؟ لسه مش شيت اكسل اعمل تشيك عليه على الموضوع. ما هو في البتاع ده اهو الشيت ده. فين في الووتر؟ بس ده للخزانات يعني. بس انا هقول لك على حاجه، موضوع الاكواد كله على فكره بيبقى في الاخر حاجه واحده. يعني مثلا بتلاقي الفاليو كلها قريبه من بعض، فما فيش مشكله او ما فيش مانع او ما فيش ما يمنع ان انت تستخدم مثلا برنامج كود امريكي تتشيك على الشغل بتاعك. يعني ما حدش هيقول لك لا، انت مع نفسك يعني. انما الموضوع ان انت لو عايز تتشيك عليه كود، يعني هو كل اللي بيختلف ايه في اللي انت شايفه ده؟ حاجه واحده اللي هو المين؟ الايه. خلاص، فانت بتدخله الايه وخلاص، انت واخد بالك؟ بس فهنا تدخله مثلا بيقول لك النمبر اوف ستيل بار، انت عندك احنا قلنا كام؟ 7. طيب بيقول لك هنا الديامتر اوف ستيل بار كام؟ 12. طيب بيقول لك السبيسنج، الديستانس بتوين البار، ديستانس بتوين البار هنيجي مثلا، لا مش هنفترض السبيسنج ما بين الاسياخ وبعضها، انت عندك المتر اللي هو 1000 مللي على كام؟ على 7، يعني 142. اصلا لسه ده احنا هنا ما وصلناش، يعني احنا فرضنا يعني عايزين نعرف الفرض بتاعنا ده صح ولا غلط. ما هو انا قلت لك هو التصميم بتاعك، احنا انت كده صممت. لا انا فرضت، فعايز انا بتكلم شيت اكسل اكتب فيه اللي هو 7 فاير. اه طب ما هو اللي هو بتاع البلاطه، فشوف العزم ده ما هو بالاربعه، ما هو بتاع البلاطه، هو بتاع الفلات سلاب. ايوه بتاع الفلات سلاب، ما هو قانون واحد مفيش اي افتكاسه. يعني كنا فين؟ بيم. كان في انهي حصه؟ سبعة. الشتات كانت هنا اهو، اللي هو ديزاين اوف سلاب، اللي هو ده. فهتروح تقول له مثلا 7 12، السكنس بتاعك بكام؟ 300. بس طالع بكام؟ سي خلاص. انا قصدي هو نفس الشيء اللي خلاص. انا بقى المرحله خلاص انا صممت، وزي ما قلت لك موضوع التفصيله نفسها بتبقى بالشكل ده، تفصيله من الكود. خلاص لازم تستفل الشروط اللي انت شايفها دي. طيب انا بس عايز اتشيك على انا كده طلعت تسليح، تسليح في الاتجاهين فوق وتحت، 7 كام؟ 12.
طيب انا قلت لك ان انا عندي السبيسنج هتبقى كام؟ 142. كله ثلاث قوانين من السبيسنج ايه؟ كان بيتحسب من لا بص، هو انا لما اجي اقول لك 5 12 يعني السبيسنج كام؟ متر على 5 ده في المتر. ايوه بس معناه 200؟ ايوه 200 صح؟ لو قلت لك 6 هنا هيبقى 150 يبقى 167. أيوة. لو قلت لك 7 12. طب وانا جبت الرقم ده منين وده منين؟ ايوه الالف على السبعه او الالف على الخمسه اعطاك 200، الالف على السته اعطاك 167، الالف على السبعه اعطاك كام؟ 142. معايا يا احمد؟ تمام 142. طيب بيسالك على الكومبريشن، بكبره خليه 150. ايه؟ مش بقى بقربه للكبير، المفروض بيتقرب للكبير بس انت بتحط له يعني القيمه بالظبط يعني. خلاص النمبر اوف ستيل بار في الكومبريشن كام؟ قول له 7 برضه كام؟ 12. بيسالك على الابلايد فراكشرال سيرفيس مومنت، المومنت اللي طالع بقى منين؟ الساب اللي هو طالع بكام؟ 4.11 ايه؟ 3. يبقى تقول له 40.113. ليه 40؟ عشان كيلو نيوتن. فضربت في كام؟ ده طن، ضربت في 10. خلاص بص بقى هنا اهو اكسبوجر كونديشن بقى، هو برنامج عظيم جدا حقيقي يعني. بص لما تيجي تفتح دي بيقول لك هو الحيطه اللي انت مستخدمها دي حيطه ايه بقى الايه؟ يا دراي اير ميمبرين ولا هيوميديتي اير سويل، يعني مستخدمها اللي هي كاريتيننج وولز للسويل يعني، ولا هي كيميكال انت مستخدم الحيطه دي مثلا لمواد كيميائيه مثلا معينه، ولا انت مستخدمها مثلا للووتر ريتيننج ستراكشر اللي هو مين؟ حيطه خزان يعني. مثلا لو انا جيت ضغطت على ووتر، خلي بالك ووتر ريتيننج وولز، بص الدبليو ماكسيمم بتاعتك بكام؟ ده المسموح بيه اللي هو 0.1 ملي، يعني بص غير مسموح اصلا صح؟ طيب انا لو جيت هنا اهو وقلت له لا ده انا الحيطه بتاعتي هتشيل مين؟ سويل، طلع بكام؟ الالاوبل كراك ويدث كام؟ كام؟ 3.3 مللي، يعني حاجه ايه؟ حاجه صغيره جدا تكاد لا تذكر. المهم يعني انا اخترت له السويل، بعد ما خلصت هتقول له كالكوليت. هنا بقى في مشكله، تعالى بقى بص الحاجات اللي تحت دي. هو كده عمل كالكوليت على طول؟ اه عمله لك. اه خلاص خلص. بس هنا في عندك التشيك بتاعك في مشكله، هنا بيقول لك التشيك كراك طالع ب 0.16 والالاول بكام؟ ب 3. مين الاكبر؟ الالاول الاكبر. قال لك اوكي فيه، طلع له اوكي. بص كاتب لك اوكي، شايفين؟ يبقى ده ما فيهوش مشكله. المشكله عندك بص تحت تشيك اوف ماكسيمم الاول ستيل بتاعتك فيها مشكله، طلع ب 201 خلاص، والماكسيمم اللوبل بتاعك طالع المفروض يطلع 170. ده الاريا ستيل ماكسيمم، اه اللي هو ميجا 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 باسكال. ايه ده الاريا ستيل ماكسيمم يعني؟ انت عندك دلوقتي مش انت حطيت نوعين حديد؟ اه كومبريشن وتنشن. هنا عندك في مشكله، عندك في مشكله بيقول لك نوت اوكي. فانا لو جيت مثلا على ده على التنشن وخليته مثلا بدل ما هو 12 خليته مثلا 16 وخليت دي 6 مثلا وقلت له ابلاي، بس معلش هو المشكله في التنشن هي دي التنشن. هو كاتب لك ايه؟ ماكسيمم الاوبل ستيل ستريس اللي هي الاوبل بتاع الحديد في الاستنشن ستيل، الاوبل بتاعك طبقا للكود 170 ما يقلش، ده الاوبل. حتى هو كاتب لك اهو، بص انا لما دخلته 6 16 عطوا لك كام؟ يعني هو هندسه في التنشن ما كانش مسيب، مش مسيب. أوه. بس خلي بالك مع ان هو كان مسيب ايه؟ الديزاين بتاعه، مومنت ديزاين. طب ازاي؟ لا ما هو عادي، ما هو انت بص انت بتصمم الاول عادي. بس ده مش مومنت اف ستيل، ده مش مومنت اف ستيل. ايه اللي هو اف ستيل ماكسيمم اللي هو كاتبه ده؟ ده مش مومنت لا ده مومنت، ده معتمد على التنشن ستيل. انا مش فاهم ايه ده اصلا. بص البرنامج عشان بس ما تتلخبطش، انت عندك دلوقتي هو بيطلع لك اربعه تشيك، اول تشيك على الكراك، تاني تشيك على الحديد الكومبريشن والتنشن،
هو مسيف معاك ولا لا؟ يعني في البدايه خالص، في البدايه خالص انت جيت صممت الحيط، طلع الحديد بتاعك كام؟ 17 17 هل وسيفت وزي الفل؟ ده انا سيفت كده لان ده كان طالع المومنت كان طالع خمسة وشويه، ده زي الفل مفيش مشكله، بس ده ممكن ما يسيفش معاك طبقا للبرنامج على الكراك ويتس. خلاص، ما هو انا زي ما قلت لك اهو البرنامج بيبقى ليه فرضيات. خلاص، فاكرين يوم ما كنا بنصمم على الزلازل وقلت لك ممكن انت تبقى مصمم الحيطه بتاعتك او الشيرول بتاعتك على الحمل بتاع الزلازل يبقى مسيف، بس لازم تعمل قبل ما تصمم العمود او الشيرول بتاعتك على مومنت واكسيال لازم تتشيك الاول مين عليه؟ دريفت. ممكن يبقى سيف دريفت، ممكن يبقى سيف دريفت يعني الحيطه بتاعتك دي مسموح لها انها تتحرك مثلا قيمه معينه، لا هي عدت الالاو او هي مسيبه الالاو، لكن ممكن الحيطه بتاعتك ده اهي طلع عليها اكسيال فورس وفي نفس الوقت مين؟ مومنت، مش كده؟ طيب انت ممكن ما تحتاجش ان انت تكبر القطاع او ممكن تحتاج ان انت تزود حديد طبقا لمين بقى؟ للمومنت، مع انها مسيبه اصلا في البدايه ايه؟ دريفت. لكن انت عندك فرضيات بقى في التصميم، عندك مثلا الشير وول، عندك المسافه بتحكمك ما بين الحديد وبعضه، انك ما تقلش عن الماكسيموم وما تزيدش، ما تقلش عن المينيموم وما تزيدش عن الماكسيموم عشان ما يحصلش للقطاع بتاعك اوفر رينفورسمنت او اندر رينفورسمنت. فدي فرضيات التصميم بتاعك، فهو واخدها في الاعتبار معاه، عشان كده هو سالك بيقول لك مثلا الحديد بتاع السبيسنج ما بين الاسياخ كام، العدد الاسياخ اللي عندك كام، القطر بتاعك كام، وهكذا. اصلا لسه اول تشيك ده اللي هو بتاع الكراك بتاع الخرسانه، اه ده للخرسانه. تمام، تاني تشيك اللي هو ايه بقى؟ ما هو على الحديد بقى، على الستيل نفسه. ما حصلش فيه كراك برضه على المسافات السبيسنج ما بين الاسياخ، لان الحديد برضه على فكره بيشيل معاك برضه في الكراك، انت واخد بالك؟ فالفكره كلها زي ما قلت لك ان اهم حاجه اصلا بالنسبه لي هنا في البرنامج ده ان انا اتشيك على بس مين؟ على الكراك اللي هو اول واحد، اللي هو اول واحد. خلاص، يعني انت خلي بالك انت لو سبت اصلا ال 7 12، يعني انت لو سبت ال 7 12 اللي انت سيفت عليهم المومنت في البدايه مش غلط. طب وبقيه التشيكات دي ما هو انا قلت لك بقى، بيقول لك تشيك ماكسيمم الاوبل ستيل ستريس، وبعدين تشيك ماكسيمم بار دايمتر، بيتشيك على البار دايمتر تقريبا. الستريس دي حاجه شبه الاف فيلد كده، صح؟ واخر بص يعني حتى بص جايب لك لو جيت بصيت تحت بيقول لك تشيك على البوند، التماسك ما بين الحديد والخرسانه، فدي حاجات ادفانسد شويه، انت واخد بالك؟ يعني مثلا الكلام ده اصلا عندنا في الكود المصري احنا لا بنعمل الكلام ده ولا شفناه اصلا ولا بتقرب له. البوند ده بيتعمل فيه مثلا ماجستير اصلا. ما انا بقول لك، فهو الكود الامريكي في دراسات على فكره، انت لما تيجي تفتحه هتلاقي اصلا هتتوه فيه، هتتوه، لكن احنا عندنا ناس لزاز ولطاف، كل الحكايه بالنسبه لنا انا بتشيك الحديد بتاعي شبكه 7 16 او 7 12، والله حتى ما بنتشيك على الويتس، على الكراك ويتس. انت واخد بالك؟ يعني انت الحيطه بتاعتك طلعت 30 سنتي، الحديد فيها فرش وغطا في الاتجاهين في الكومبريشن والتنشن وشكرا على كده. مش حد اصلا بيبص على الفرضيات. عشان كده يعني كانت نصيحتي للناس لو عايز تتعلم العلم من اصله لازم تتعلم كود من الاكواد العالميه. من الاخر كده. لان الناس دي بقول لك عامله لجان، يعني انا حتى شرحت لكم مره قلت لك ان بيكتب لك كده اي سي اي بتاعت اللجان دي 318 صح؟ واس ويكتب لك اس اي كده. قلت لك ان ده هي لجنه من 500 لجنه تانيين. فكل لجنه من دول اصلا عملت ايه؟ عملت ابحاث وبتاع وكلام من ده علشان خاطر يوصل لك، يعني يمكن اللجنه اللي هي 318 دي، 318 دي افضل لجنه او دي اللجنه اللي استقروا عليها في الاخر اللي هم ايه؟ سموا الكود باسمها. بس خلي بالك انت لما تيجي تدخل على الكود الامريكي تدخل زي ما قلت لك في بند من البنود يقول لك ارجع، بيسموا على فكره اللجان التانيه حاجه اسمها جايد.
بيسموها كده جايد، فبيدخل مثلا لو في حاجه معينه مثلا عايزه شرح اكتر فيقول لك روح لمين؟ جايد معرفش رقم كذا 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 كذا، فتبدا تروح وايه؟ وتشتغل وتشوف الايه دي. يعني الكود الامريكي ده عاملين حاجه اسمها ACI كوليكشن، حاجه ما شاء الله كده، حاجه مكتبه، ادخل كده سرش على النت اكتب ACI 318 هيفتح لك السايت بتاعهم اللي. وادخل فر كده في الحاجات اللي هي موجوده هاتو خلاص تمام. ايه الاس اي ده؟ اللي هو الوحدات بتاعتك اللي هي الانش وال يعني اللي بيكروه اصلا، او الوحد يعني مثلا هو لما بيجي يطلع لك الكود بيطلعه بوحدات الاسبانيه والانجليزيه، بيطلع لك نسختين، وبعد كده هو بيبدا يعمل لك ايه؟ يطلع لك نسخ بقى انجليزيه، وبيطلع لك مثلا المتريك وهكذا. تمام؟ لسه معلش، هو في سؤال برضه انا بردد شويه، هو منطقي ان انا يبقى عندي كود امريكي او حاجه بشكل كود امريكي واجرب بعديها حاجه بالكود المصري؟ لا ده مش منطقي، المفروض مش منطقي. النتائج دي يعني اعرف منين هي صح؟ ما هو انا قلت لك انا لو هقفل البرنامج دلوقتي انا كل الحكايه اللي انا هعمله طبقا لشغل في الكود انا هروح اطلع العزم واتشيك على الكونديشن والتنشن وخلاص على كده. طب لو عايز اعمل تشيك على الكراك بقى، ما هو فين الكراك؟ هتدخل بقى الكود وتشوف بقى نسبه الكراك، بس الكراك بتاعنا في الكود المصري كمان ب 3 من 10، عشان كده انا فتحت معاك الكود الامريكي عشان الحته دي، مش عشان خاطر البوند ولا الستيل الستريس ولا الكلام ده. يعني ده بيقربني اكتر. اه طبعا يمكن ادق كمان. اللي اقصده ان انا في الاول وفي الاخر انا شغال كود امريكي يعني. بص 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 هي الفكره كلها، انت بتتكلم صح، انت طالما قاعد في مصر يبقى انت المعتمد في الدوله اللي انت قاعد فيها هو الكود الايه؟ المصري. بس هي الفكره كلها ان فرضيات الكود بتاعتك في الكراك ويتس زينا زيهم. يعني مثلا هنيجي كمان شويه واحنا بنشرح الشالو فاونديشن موضوع الهبوط السيتلمنت. انت عارف السيتلمنت في اللبشه المسموح به في اللبشه كام؟ الهبوط المسموح به للبشه كام عندنا في الكود المصري؟ يمكن دي اعجب يعني الارقام دي، لما اجي اقول لك الكود الامريكي او اي كود بره القيمه كام واقول لك الكود المصري كام يعني هتقول ازاي؟ احنا ياما قوي، احنا واخدين فاكتور اوف سيفتي زياده قوي. عندنا في الكود المصري في اللبشه السيتلمنت بتاعنا 15 سم مسموح به، يحصل 15 سم هبوط. الكود الامريكي بقى 5 سم 5 سم. طيب انت ممكن تسالني سؤال تقول لي ليه؟ يعني ليه الناس ليه بالظبط ليه مخليينها 15 سم؟ في القواعد المسموح بيه 10، القواعد عندنا 10 سم، القواعد العاديه اللي هي الشالو 10 سم. طب ليه 15 سم في اللبشه وليه 10 وليه الارقام دي كبيره عن الكود الامريكي؟ اغلب الناس اللي حطت الكود زمان يعني منطقه الدلتا، منطقه الدلتا دي لما تروح تشوف الارض بتاعتها تلاقيها ترسبات من النيل اللي هي الطمي اللي هو الروبه زي ما بيقولوا كده. فانت يوم ما تفكر ان انت مثلا تحط رجلك بس كده فيها، انت بجسمك بوزنك هتروح هيحصل لك ايه؟ هيحصل لك هبوط. انت واخد بالك؟ عشان كده خد الفاكتور اوف سيفتي زياده. طب انت ممكن تقول لي يا باشمهندس انا هاخد الفاكتور اوف سيفتي بتاعي زي الكود الامريكي 5 سم. طب في الحاله دي انت لازم تعمل ايه بقى؟ ان المبنى بتاعك يكون على خوازيق. طب هل احنا عندنا رفاهيه ان انا اعمل مبنى بتاعي دورين او ثلاثه على خوازيق؟ ما عندناش الكلام ده، عشان كده عاطيلك ايه؟ فاكتور اوف سيفتي مين؟ مبحبحها زي انت ما بتقول شويتين. فهل الناس دي غلطان؟ لا الناس دي مش غلطان، لان كل بلد وليها طبيعه تربه مختلفه عن الثانيه. انت واخد بالك؟ بس هي الفكره كلها اللي خلاني افتح معاك البرنامج ده، خلي بالك البرنامج ده اللي عامله واحد مصري. مش لا ده واحد مصري. الفكره كلها ان الكراك ويتس بتاع الريتيننج وولز 3 هي نفسها عندنا. فانا اصلا داخل عشان دي، انا لا داخل بقى اعمل تشيك على البوند ولا تشيك، انا ما والا بقى المفروض اصلا ندخل ونشوفه بقى ايه اللي تشيك ده اصلا، يعني ايه تشيك البوند ده وايه تشيك ستيل الستريس وهكذا والكلام ده. يعني بيعمل تشيك على الستيل نفسه، ستريس بتاع الستيل وهكذا. خلاص؟ فانت لو في حاجه متشابهه ما بيننا وما بين بعض مفيش مشكله، ايه المانع ان انت تتشيك عليه؟ انت واخد بالك؟ لكن المفترض لو انت بتطلع نوتة حسابيه
لو بتطلع نقطه حسابيه تلتزم بقى، لازم تلتزم التزام كلي بمين؟ بالكود بتاعك انت، لا بالكود المصري بتاعك خلاص. ما ينفعش تقول ان انا رحت مثلا عملت، لا انت الكود بتاعك خلاص. طيب البرنامج برضو لو جيت بصيت كده بيعمل ايه برضو؟ بيعمل بانشنج. يعني مثلا انت لو عايز تعمل تشيك بانشنج، بس تشيك بانشنج على ايه بقى؟ كود الامريكي. طيب لو انا مثلا عايز اعمل عندك كوربن، ممكن برضو تعمله من هنا الكراك. عندك بقى التو بايل كاب، يعني مثلا عندك، احنا شرحنا الكلام ده الحصه اللي فاتت، لو عندك بايل كاب مرتكز على كام؟ على خازوقين، نفس الكلام، وبيعمل لك برضو التشيك بتاعتك وكل حاجه. وعندك برضو لو ستريب بايل، وعندك لو فور بايل او خمسه. لو عندك مثلا الفوتنج مثلا، عندنا قاعده زي ما هنشوفها النهارده مع بعض فوتنج، بس الفوتنج هنا عليها اكسيال فورس بس. طيب لو انا عندي اكسيال فورس ومومنت، يبقى دي اكسيال فورس ومومنت، فبيبدا يطلب منك الاف سي داش والاف ييل والجاما بتاعت السويل، الجاما واللي بتاعت الخرسانه خلاص، وبيطلب منك السويل بروبرتيز الكيو الاوبل اللي هي مين؟ اللي هي البريك كاباستي صح؟ وبيطلب منك السويل دينستي اللي هي الكثافه الجاما، وبيطلب منك السويل ديبس بتاعتك اللي هي السيكنس بتاع الفايل نفس القاعده نفسها، وبيطلب منك الفوتنج جيومتري بقى اللي هي ابعاد مين؟ ابعاد القاعده، اللي هو مثلا اكس دايركشن، في الاكس دايركشن واي دايركشن، فوتنج لينس طولها ال والبي، ويطلب منك السيكنس بتاعها والكفر بتاعك، وبيطلب منك هنا اهو لود داتا. اللود داتا اللي هي الكيو بتاعتك او الحمل بتاعك خلاص. وبعدين مجرد مثلا ما تقول له طبعا هنا بيديك هنا اللود داتا، يعني بيبدا يطلع لك يعني ايه الرموز اللي يعني لو عايز تدخل الويند لود، لو عايز تدخل السايزميك لود، انت واخد بالك دي كلها. بعد ما بتخلص بتقول له كالكوليت، طبعا احنا ما دخلناش حاجه اصلا، عشان كده ايه هنا بيقول لك ايه ذا ديزاين ايه فروم اندر ايه ديفلوبينج، المفروض بتدخل الحاجات دي عشان دي ايه يبقى التصميم اه لسه خلاص. البرنامج برضو بيطلع لك حاجه جميله جدا، بيطلع لك نوته حسابيه، نوته حسابيه بالحاجات اللي هو حسبها. كانش قادر يدخل كود مصري، ما انت لو عايز كود مصري بقى، ما احنا شرحنا برنامج اللي هو اللي هو فين الكونكريت، كان فين اللي هو فين، انا شلته ولا ايه؟ مفيش اللي هو اللي هو ايجيبشن كود اللي احنا عملنا بيه السلالم قبل كده، ينفع اعمل بيه تشيك كده هتلاقيه دور فيه، بس هتلاقي فيه كل حاجه، هتلاقي ده فيه كل حاجه موجود فيه تشيك الكراك ده، هتلاقي فيه كل حاجه دور فيه خلاص. طيب فين بس عايزين بس البرنامج بتاع الكراك، كراك ايه؟ اللي هو الهارد ديسك ما هو موجود على الحس، في الحس. طيب باشمهندس انت معاك الاوتوكاد ستراكشر تيلينج، اوتوكاد ستراكشرال تيلينج هنجيبه لك المره الجايه. طب اللاعب ما تنسيش، لا هنا فاكرين الوحده الاولى؟ الوحده الاولى عايزين بقى نصمم مين؟ طيب احنا كنا لو نفتكر كنا وصلنا ان احنا نمزجنا مين؟ المفروض الاعمده. المفروض يبقى عندك كام نموذج قاعده؟ خمس نماذج اعمده، يبقى خمس. صح كده؟ مش كده ولا لا؟ أيوة. صح كده. طيب المفروض بقى اصمم ازاي؟ المفروض ان انا عندي مثلا شيت لذيذ جدا اهو، او ممكن الشيت اللي انا قلت لك عليه اللي هو بتاع الراجل المحترم ده. لو جيت فين الفوتنج، فوتنج
انا دلوقتي مثلا هاجي على الاحمال بتاعتي، فانا مثلا عندي عمود قطاع اللي هو 25 في 40، 25 في 40، خلي بالك ده انت عندك كذا نموذج انضموا مع بعض مش كده؟ المفروض بقى لما تيجي تصمم القاعده تصممه على انهي حمل؟ اكبر حمل فيهم مش كده؟ فانا هاجي ابص هنا اهو، فتلاقي ان اكبر حمل فيهم اللي هو تقريبا 124 خلاص؟ فالمفترض هتيجي هنا اهو وتروح تقول له انا عندي الفوتنج بتاعتي، طبعا الاول بيطلب من، خلي بالك بقى ده كود مصر صرف خلاص، بيطلب منك الاول الاف سي يو بتاعتك، وبيطلب منك الاف يلد، وبيطلب منك البيرنج كاباسيتي اللي هي مين اللي احنا هنجيبها منين صح كده، بيطلب منك بقى الكولوم وركينج لود اللي هو 124، ايوه الحمل بتاعك 124. طيب وبيطلب منك الايه؟ ابعاد الكولوم. ابعاد الكولوم 25. 25 في كام؟ 25 في 40. وبيطلب منك اكستنشن اوف بي سي، مين دي؟ الرفرفه. اه الرفرفه بتاعتك. طب الرفرفه بتاعتك دي تحطها كام؟ لو استخدم مسلحه هيبقى اقل اكتر من ال 30. الرفرفه دي لازم؟ ايوه طبعا. لا مش الرفرفه دي، مش انت عندك قاعده الرفرفه دي السكنس مش تعمل قاعده على قد العمود بالظبط، مش انت عندك قاعده عاديه وقاعده مسلحه؟ اه دي العاديه مش المسلحه كده؟ اه فالمفروض في رفرفه عشان لما تيجي تاخد سيكشن كده اهو مش هتعمل كده صح؟ دي الرفرفه والعمود اهو، الرفرفه دي قد ايه بقى؟ في لا 40 40 لا الرفرفه دي يا جماعه بتبقى قد ايه؟ لو هشغل مساحه على حسب لو انا عايز اشغلها يبقى كده هخليها اكتر من المدينة. شغل مين؟ العاديه العاديه بتاعتك تشتغل معاك وتتصمم كسكنس لو اكبر من 30 تمام، وده اللي بتكلم فيه لو السكنس بتاعها ايوه سكنسها كام؟ هو لا يا هشام لو السكنس بتاعها اكبر من 30 مش رفرفه، سكنسها اكبر من 30 بتتصمم الرفرفه بتاعتها دي حاجه ودي حاجه. فانا المفترض ان انا دلوقتي هعمل مثلا العاديه 20 سم، يبقى الرفرفه كام بسكنس العاديه؟ طب عملتها 30 سم بسكنس العاديه 30 سم واصله؟ طيب بص هنا خلاص العاديه انا بصمم عاديه، العاديه بتتعمل لكل قاعده لوحدها ولا هي على مسطح بالكامل؟ ما هو في، ما انا بقول لك بص التصميم يعني مثلا احنا اتعلمنا في الجامعه ان انت بتعمل كل واحده لوحدها، انما المفترض بره في الشغل كله بيعمل اصلا حصيره ايوه بالكامل بالمسطح يعني ما وشكرا وبالظبط كده، وبعدين بيقسم بقى مسلحه ايه وبعدين يعمل مسلحه بقى فوقيها ويعمل مسلحه على طول، يعني بيعمل فرشه نظافه اسمها فرشه نظافه ايوه 20 سم وخلاص بس بالكامل. ما تهاليش ان حد عمل حاجه، مفيش حد كده، بس هي نظريا بتدرس خلاص. السكنس انت عامله مثلا 20 سم فهتاخد الرفرفه 20، عامله 30 سم هعمله كام؟ تمام؟ هي وظيفه اصلا العاديه دي ايه؟ فرشه نظافه عشان ما ايوه وايه كمان؟ ولو سكنسها كبير بتشيل معايا في الاحمال، ولو السكنس بتاعها اكبر من 30 دخلت في 40 مثلا، عشان اعمل سكنسها كبيره قوي عشان ما يحصلهاش كراكس بالظبط كده، ما فيهاش خرسانه يبقى لازم دي لو اكبر من 25 لا لو اكبر من 30. طب لسه دلوقتي ده لو انا اعملها حصيره زي كده اخلي دي صفر؟ لا هتاخده سكنس برضه الحصيره. تاخده سكنس الحصيره خلاص؟ طيب خلاص انا يعني كده بص انت مجرد ما دخلت الرقمين دول هو صمم على فكره. هو صمم. بص طلع لك مين؟ طلع لك الدايمنشن اوف بي سي اهي ابعاد البي سي اللي هي 290 في 305. والسكنس اهوت انت واخده اصلا فوق كام؟ 30 تمام. بيقول لك الدايمنشن اوف ار سي بقى، بس الدايمنشن اوف ار سي انا هاخد السكنس بتاعها بكام؟ ب 50 مثلا. اه الحمد لله ده زي الفل، يعني خلي بالك المينيموم بتاعنا 40، المينيموم 40 سكنس خلاص ده نظريا يعني خلاص، بس احنا بناخده 50 بس. خلي بالك بص خلي بالك انا لو جيت هنا وخليته 40 بقى انسيف شير ستريس وانسيف بانشنج. الاولانيه شير ستريس لا لا سيف
ما هو unsafe. خدنا الاولانيه دي الاكشوال سويل ستريس، ده اللي بيتقارن بالبرين كاباسيتي اللي هي البرين كاباسيتي. مش انت بتعمل شيك على البرين كاباسيتي والراجل عامله لك فقال لك سيف عليه، بس عندك مشكله في الشير ومشكله في مين؟ في البانشنج. فانا لو جيت زودت بقى السيكنس بتاعي خليته مثلا كام؟ 50، بقى سيف مين؟ شير وسيف بانشنج. خلاص؟ يبقى تمام، يبقى انا كده خلاص عرفت الابعاد بتاعتي. انا اللي هي الدايمنشن ار سي 32 في 245، فانا هاجي اهو. ما هو ثواني يا ابني والله، هقول له ريكتانجلر واعمل له ريكتانجلر، اقول له ات 2 35 وكام؟ 3 5. ايوه صح، 2 45 يبقى تاني. احنا قلنا كام؟ 32 و 245. بس كل اللي انت هتعمله هتمسك ده هي وتعمل له رفرفه بره كام؟ بس يا باشا خلاص. بعد كده هتعمل ايه؟ يعني انا مثلا ممكن اخلي دي مثلا، يعني انت بتعمل لير بقى تمام، مش بتدي الوان يعني. المهم هتمسك دول، المفترض هتاخد دي من السي جي اهو وتحطها في مين؟ في سي جي العمود اللي هو يعني. بس ثواني الاول، المفترض ان انا مش عايز الدايمنشن دي بقى ولا عايز ده، دي كانت اللوحه بتاعه المحاور والاعمده، انا مش عايز بقى الكلام ده تحتيه. اه بالظبط، فهشيل الكلام ده. لا بس خلي اللي يعني واحد ولا اثنين عشان واحد ماشي صح كده، المفروض واعي. هشيل الدايمنشن واقول له ديليت. هو في ايه؟ انا واجي هنا اهو ماشي يا جماعه ولا ايه؟ هبدا امسك ده بقى من السي جي واروح فين؟ في السي جي. يعني انا ممكن مثلا هو كده طلع بره الشكل. ايه ده تحت ده طلع بره الشكل. ايوه بره الشكل. ايه طلع بره الحدود. طب ايه المشكله؟ ما افرض اللي جنبي ده جوه. ما هو لسه والله لسه انا دلوقتي ما عنديش جار هنا، يعني انا المفروض اروح على هنا اهو. كان عندي المفروض الراجل قال لي هنا جار وهنا جار، الحته دي الحته دي. طب اعمل ايه بقى في الحته دي؟ يعني انا عندي عمود هنا، فهعمل ايه؟ المفروض هتيجي هنا اهو هتمسك ده وتمسكه من الايدج وتروح على ايدج مين؟ العمود بالشكل ده. خلاص؟ بس امشي معايا واحده واحده، هنجيلها، لان احنا عندنا يعني في قواعد اللي هي الايزوليتد فوتي، احنا لسه بنقوله بسم الله الرحمن الرحيم. انما هتلاقي اعمده دلوقتي مين؟ بتاعت مين؟ القواعد اللي هي الكومبايند فوتي. يعني انت كده كده اصلا رسمي نظمي كده لازم دهيت هتتمسك بشداد، فهتبقى دي قاعده جار، يبقى دي استراب فوتي، فدي ليها تصميم مختلف شويه. مهم يعني هنمسك الاول دول وهروح على القواعد اللي هي شبه دي اهي، اللي هي مثلا عين واحد كلها، عين واحد كلها. اه ودي عين واحد فين؟ ودي عين واحد. طيب خلينا كده دلوقتي، بس ايه هو انا امتى اشتغل قواعد منفصله وامتى اشتغل لبشه وامتى اشتغل ديب فاونديشن؟ بتحسب قانون كده الاسترس. الاسترس ده عباره عن مين؟ فورس على الاريا. الفورس على الاريا اللي هي الوزن بتاع المبنى اللي عندك على الاريا. تعرف تجيب الوزن بتاع المبنى؟ اه عادي، ايه المشكله؟ تقسمه على مين؟ على الاريا، يطلع على الناتج. الناتج ده بقى خلي بالك بقى،
لو الناتج بتاعك ده طلع اقل من 0.67 يبقى ساعتها هتروح تصمم الكلام ده على انه ايه؟ شالو فاونديشن. طيب لو كان الرقم بتاعك اللي هو طالع ده الرقم ده اكبر من 0.67 واقل من 1 ساعتها هتروح لمين؟ رفد. طيب لو الرقم بتاعك اللي هو ده طلع اكبر من 1 يبقى ساعتها ايه؟ ديب فاونديشن. بس معلش دلوقتي انا هعمل ايه؟ انت عندك بتجيب الوزن بتاع المنشأ، وزن المنشأ تقسمه على مين؟ على قريته، المساحه بتاعته، مساحه الارض، مساحه الارض اللي عندك. بس لسه عندي، ستريس عندي هقعد قد ايه بكام؟ ال دبليو لا ستريس، ما انا عايز اجيب دبليو ومجهود. هو ده الرقم الفاليو اللي هيطلع. طب وزن المنشأ هيجيبه منين؟ مش احنا دخلنا الايتابس؟ ايوه من الايتابس يعني عن طريق، ايوه مش احنا عرفنا الوزن ده بنجيبه ازاي؟ تجيب الوزن تعمل ايه؟ سلام عليكم. هيطلع لك فاليو رقم، لو الرقم ده طلع اقل من 67 من 100 اشتغل قواعد، يبقى تضيع قواعد شالو فاونديشن، قواعد منفصل. لو الرقم بتاعك ما بين او اكبر من 67 من 100 واقل من الواحد، اول واحد اقل من 0.67، اول واحد طيب اقل، مش هو العكس بقى، العكس صح؟ لو اقل من الرقم ده هيك هيك، مش هو العكس، شرط ايه؟ العكس اعملها لو كده اكبر من 67 كده يعني، لو اقل من الواحد. انا عمال اقول اقل ازاي؟ ماشي لا عندك حق برضه، هتعملها شل. طب لو هي اكبر من 76 من 67 من 100 اقل من واحد، اقل من واحد يبقى ايه؟ رفت. لان انت ساعتها هتلاقي الدنيا كلها داخله في بعضها. لو هي اكبر من واحد بقى ديب بقى، يبقى ديب، ديب فاونديشن. تمام يعني، خلي بالك الكلام ده هو بس نظري على فكره، يعني الكلمتين دول نظريا يعني. خلاص طيب انا اشتغل ديب فاونديشن الاول، بفترض ان هي ديب فاونديشن على قواعد، لو لقيت القواعد داخله في بعضها بقلب المسطح لك على طول. ما انت هتشوف دلوقتي لو 75% كله داخل في بعضه يبقى ساعتها الكلام ده مش هينفع ولازم تعمله ايه؟ هو اساسا كله هيخش في بعضه، والله لسه الميدا والشداد وكل حاجه. هو كل ده النهارده هنزل؟ ايوه يا عم احنا خلصنا اصلا، الموضوع بسيط. بكره بكره هندخل بقى في جزء جديد اللي هو تقسيم المعماري وال... وكل اللي له نفسك فيه، وكل اللي نفسك فيه يعني. اتمنى بكره بقى واحلى. ماشي طيب، المفترض هتيجي هنا اهو وتروح بقى على العمود اللي بعد كده، اكبر كام واحد فيهم اللي هو كام؟ 150 قول 151، هتيجي هنا اهو وتقول له كام؟ 151. العمود بكام؟ 25. كام في 25 في كام؟ في 50. خلاص. بس خلي بالك ثواني، انا هرجع بس كده ثانيه. احنا كده عملنا، عشان بس تبقى فاهم، جبنا مساحه، المفروض في حديد بقى مش كده؟ الحديد ده بقى برضو من نفس الشيت الاكسل، لو نزلت تحت كده هيقول لك هنا بص لونجيتودينال بار او اللونج رينفورسمنت والشورت رينفورسمنت، طالع الحديد عندك 6 18. طب انا مش عايز 18 يا عم، انا هستخدم 16، فتقول له 16 و16، طلع عندك في الاتجاهين كام؟ 7 16. فعندك الحديد التوتال في القاعده اللي هو عملها لك 17 سيخ لونج، وشورت كام؟ 18 سيخ. يعني انا عندي القاعده اهي، العفريت نام بيشخر. انت خايف يا ابني تقول؟ ايوه انا خايف طلع النور وخلاص. خلاص احنا قلقناها برضه شفيرة. لا احنا رجاله قوي، خد بالك. ما بعرفش اتعامل جنب الباب، اسيبكم واجري والله. انا رحت البرير عشان تصير اصلا.
مش هستناش. احمد يطلع بقى يصحى. لا عينه راحت في النوم. صوت غريب جدا. خلاص انا نايم من تعالى هنا يا جماعه. خلاص يا اسطى كمل يوم يا مازن. ده ساحر. القعدة يا جدعان اهي. في لونج والشورت. فهو الراجل بص طلع لك التوتال في الشورت ومطلع لك التوتال فين؟ في اللونج. في اللونج. خلاص؟ في اللونج والايه والشورت نفس الشكل ده. تمام. طيب لو انا جيت بصيت بقى القعده اللي بعد كده 151 ماشي؟ كان العمود كام؟ 25 في 50. يبقى برضه نفس الحكايه. مطلع لك هنا بص الار سي 255 في كام؟ 280. هو ستريس ابوف بي سي ايه؟ هو ستريس ابوف بي سي. ما هو ده ما هو بص الراجل المفروض مش انت عندك قاعده وعليه وقاعده وعندك هنا مين؟ سويل. سويل. ففي هنا ستريس وهنا كمان ما بين الاثنين ستريس فهو بياخد الاكبر فيهم. خلاص؟ اللي هي بتاعه البي سي مع المسلحه والبي سي مع السويل. لا مش هستفيد. انت المفترض وانت بتحسب الاستريس تحسبه مره التربه مع العاديه ومره العاديه مع المسلحه. هو هنا حسبه على طول؟ ما هو حسب الاثنين. حسب الاثنين دي مع دي ودي مع دي. وبياخد الاكبر فيهم تتشيك عليه. خلاص؟ فطلع معاك هنا اهو 255 280 255 و280. فانا هاجي برضو نفس الكلام. هعمل ايه؟ ريكتانجولر كام؟ 255 و اهو هروح برضو واقول له اوفست اللي هي دي لبره. بس خلي بالك بقى بص لو انا عندي مثلا العمود بالشكل ده يبقى القاعده الاتجاه الطويل بتاعها مع الاتجاه الطويل بتاع مين؟ يعني ما ينفعش مثلا اجيب القاعده دي كده واحطها بالشكل ده. الكلام ده غلط. فلازم الفها. خلاص؟ فانا هعمل ايه؟ اختارها واجي تعالى بقى اللي هو ال 25 مثلا في 50 اهو المفروض عشان يبقى نفس الثلاث. ايوه بالظبط كده اهو. همسكها ده عين ثلاثه. احنا ما صممناش القواعد فبنفترض الارقام يعني 25 ودي كمان المفروض دي بقى تعمل ايه؟ تمسكها وتعمل لها روتيت اهو. خلي بالك هنا ما حصلش تداخل فزي الفل ما فيش اي مشكله. طيب التداخل لو حصل في حتى في العاديه مع العاديه عادي. مصيبه بقى فين؟ ايوه يعني مثلا انت رخمه كده ايه اللي حصل؟ الاثنين العاديين دخلوا ببعض فهتقوم تعمل ايه؟ تقوم ترم وتشيل دول مع من بعض اهو اهو بقت كلها. ايه اللي حصل؟ عشان كده بيحط فرشه نظافه وبيريح دماغه. خلاص انا يهمني بس الاصفر ده ما يدخلش مع الاصفر. الاصفر ما يدخلش مع الاصفر. واصله يا جماعه ولا ايه؟ طيب نفس الكلام هتيجي على مين؟ على العمود اللي هو 30 في 70 طالع العزم طالع ب 238. ده في اكبر منه 249. ما هو ده العمود اللي تحتيه 239. العمود كان طالع كام؟ 30 في كام؟ في 70 ماشي. هقول مثلا دي 60 البانشنج مثلا هقول له 70 سيف معاك تي سي. فخلي بالك القاعده دهيت هيبقى سيكنسها بكام؟ 70 70 عشان ايه تسيف معاك. طب انا لو جيت قلت لها مثلا 65 لا ده لسه سيفه زي الفل. يعني اعمل ايه؟ ايه؟ هنتفها بالظبط كده.
خلاص. فطلع بص وخلي بالك كل واحده بيطلع لك التسليح يعني، دي بص طالعه 10 16 34 سيخ توتال، و10 16 38 سيخ توتال في الشورت خلاص. طيب القعده طالعه معاك كام؟ 33 في كام؟ 73. فتروح تعمل ايه؟ كام؟ في اهو، وتعمل اوفست اهو، وتعمل ماتش ممكن مثلا تاخد من دي كوبي وتعمل لها روتيت وتمسكها كده اهو، وتروح بقى فين؟ كنا قلنا 25 في كام؟ او 30 في كام؟ عين 3 يا عم اهي مثلا خلاص اهو. لا مش اللي جنب، مش ده ايه؟ يعني المفروض دي تتلف لو هتحطها، تتلف صح؟ يعني دي كده لو حطيتها هنا مثلا ماشي تمام. ونفس الكلام لمين؟ للأخير. للأخيرة. طيب فرضنا دلوقتي ان احنا عندنا هنا جار، خلاص عندنا هنا جار، وبالتالي لازم دول يحصل لهم ايه؟ خشوا يجوا بالشكل ده على طرب الشكل، بحيث ان الجزء اللي جوه ده، الدخول اللي جوه ده ما يبقاش بقى ده كله، يبقى 2 متر. يعني الجزء من الوش ده لحد جوه بتفرده 2 متر. يبقى تاني. انا دلوقتي مثلا انا بخلي وش المسلحه على وش العمود صح؟ ولا العمود؟ وش المسلحه على وش العمود من بره؟ كده. وده بالشكل ده. وبتفرد اول فرد كده اهو ان ده اهي 2 متر. طب ليه ما خدهاش بالبعد بتاعها؟ لا مش بتاخدها بالبعد، بتفردها الاول 2 متر لان انت لسه عندك شداد. طيب لو افترضنا، خلينا دلوقتي سيبك من ناحيه الشداد. انا دلوقتي مثلا سيب الشداد دلوقتي، بص انا عندي دلوقتي قاعده اهي وقاعده كمان اهي، فحصل تداخل، بس خلينا نلف دي. المفروض ما حصلش تداخل، بس هنفترض حصل تداخل. اللي هي دي؟ اللي هي دي؟ اللي هي اللي في الزاوية عند الجول. خلينا دي مع دي حصل. خليه فكك بقى من دي. هو انا ما نفسيش على فكره يحصل تداخل، انا ده انا ببعد عن الكلام ده، ده انا حتى واحنا بنحط الاستراكشر سيستم في البدايه خالص كنا بنقول له، بنقوله لبعض ان ايه الاعمده بتاعتك السبيسنج ما تقلش عن 3 متر عشان ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش مشكله ده. بس خلاص حصل، هنعمل ايه بقى؟ لازم الاول تحسب لي المسافه من هنا لهنا، وتيجي هنا على الشيت جاهز، تروح على الكومباين فوتي، تيجي جاي هنا اهو بيطلب منك السيميلر واللارج الخاصين بالعمود. يعني هتروح تجيب الاحمال دي، الاحمال يعني انا مثلا هاجي هنا اهو العمود ده عين كام؟ فالمفترض هنيجي بقى على الايه هنا بقى، هنجيبه بقى من هنا، ما انا مش عارف هناك، ما انا ما اعرفش ده الرقم بتاعه كام بالظبط، انت عايزه بالظبط. فانا هاجي اقول له سيلكت، سيلكت اساين جوينت، واقول له رايت كليك، واجيب العكاد وخلاص، واجيب الجوينت طبعا التيمت، هاجي هنا اهو ممكن مثلا ايه
هجيبه عن طريق تيبل، اقول له تيبل وانهي عمود؟ مش العمود ده 21 والعمود ده 13، واصله ولا لا؟ اللي هو هنا يا جماعه، اللي هو ده وده، ده وده، اللي هما فين؟ اللي هو ده وده. فده طالع 21، ركز بقى معايا، ده طالع 21 وده طالع كام؟ 13. بس المفروض بقى، المفروض 21 مضروبة في كام؟ 1.1 مضروبة في كام؟ في عدد الأدوار. ما هو الحمل اللي أنا جبته، بص الحمل ده لدور واحد، فأنا ضربته في 1.1 في عدد الأدوار عشان أجيب التوتال للأدوار كلها. ما عملتش ليه كده في الأوعية التانية؟ ما عشان احنا خدناه من الشيت على طول. طب انا موضوع التخصيص اللي انا كنت عامله ده يفرق اهو؟ ما هو ده مضروب. ده مضروب؟ ايوه يا ابني، مش احنا اشتغلنا على طول عليه اللي هو بتاع المره اللي فاتت؟ قول يا عم. التخصيص اللي انا كنت عامله ده مش هيفرق معايا. تخصيص ايه؟ لا انت بتصمم يا باشا اللي تحت في الارض، فعلى على العمود اللي في الدور الارضي. خلاص؟ وطالع عندك التاني 13 في 1.1 مضروبه في كام؟ 5. فطالع العمود اللي فوق 115 والعمود اللي تحت 71، فهتعمل ايه؟ هتيجي جاي هنا اهو على الشيت، العمود اللي هو السمولر كام؟ اللي هو طالع كام؟ 13. ايوه 71.5، فده 71.5، والتاني 115. بس خلي بالك بقى، المفترض ان انت العمود اللي هو ال 71 ده طلعت له قطاع. طب القطاع بتاعه بكام؟ تشوف بقى النموذج. يعني مثلا ال 71 دول اللي هو هنا يبقى 25 في 40 مثلا، صح؟ او راح اقيسه من على الكات بقى، او المفروض تقيسه من على الكات. خلاص، يعني هنفترض ان احنا هناخده مثلا 30 في 40، يعني مثلا ده 25 في 40 والتاني 30 في 40. طيب والتاني، تاني طالع 115، ف 115 يبقى هو تقريبا 25 في كام؟ اللي فوق 25 في 25. والبلين كونكريت مثلا هنعوضها 30 30. طيب بيسألك على الديستانس بقى، مين؟ من العمود للعمود اللي احنا قسناها، طلع بكام؟ 3.37. 3 كام؟ 3.37. طيب هو طبعا حسب لك، عمل لك ريزلت لللودز. ما هو المفترض ان انت عندك، ايوه، عمل ايه؟ محصلة بتاعتهم بالظبط كده. انت عندك عمود هنا وعندك عمود هنا، في محصلة الفورس فين بقى؟ في يعني مصمم عدد كبيرة والحمل بتاعها في النص. وصلت؟ يعني هو جمع ده زي ده في نص المسافة. لا هو انا دلوقتي عندي مثلا ده ب 100 وعندي ده ب 50، فين المحصلة بتاعتهم؟ 150 مثلا في النص. هتلاقيها عندي دي، يعني قريبة من ده. قصدي بجمع ب 100 زي 50؟ لا مش بجمع، بجيب المحصلة. يعني انا دلوقتي الفورس او المحصله الريزلت بتاعت القوتين دول هتكون فين؟ هتكون ما بينهم. أيوة. بس على انهي نقطه بقى فيهم؟ عند الكبيره، ناحيه الريجيديتي، ناحيه الكبير مثلا هنا. ايوه خلاص. طبعا لو ده 50 وده 50 يبقى هتبقى في النص. أيوة. صح، ماشي. هو مديني المسافه دي ايه؟ اديها لي 2.8 المسافه دي. ما هو عطاها لك يعني. تمام. ال يبقى هيبقى ال 2.8 ده السي جي بتاع القاعده الكومباين، صح؟ بالظبط كده. فهو بيقول لك هنا دايمنشن اوف بي سي، دايمنشن اوف بي سي انت ممكن مثلا تحطها هنا اهو، مثلا هنقوله مثلا 2 متر 60، وال ال بتاعتها لا ثواني. طب انا لو عامل المسطح كله مش هدخل بيانات ليها ولا الايه؟ لو انا عامل عاديه للمسطح كله، لو عامل ايه؟ لو عامل عاديه للمسطح كله ما بدخلش البيانات بقى بتاعت. لا ما هو بص هنا جايب لك الدايمنشن اوف بي سي،
دايمنشن اوف بي سي هو جايب لك، بص هنا جايب لك المينيمم بتاعها كذا، فانت لو ما عملتوش يبقى مش هتدخله. يعني انا لو عامل المسطح كله بكتب الابعاد بتاعت بالظبط كده تمام. فانا لو جيت مثلا هنا حطيت الكيو ال لو بتاعتي باتنين خلاص، بس عندك هنا في اللونج دايركشن شير ان سيف، وعندك ال الشير اللي في الاثنين عم عامل ايه ان سيف، فانا اعمل ايه فسيف معاك زود السيكنس السيكنس خليها 65 كده. لا يبقى اعملها كام بس هو دايمنشن الار سي هو البرنامج ده بتاع الاكسل قصدي المفروض بيحسبه صح ليه دايمنشن بتاع الار سي اه ما هو حسبه لك اهو دايمنشن ار سي 2 متر في كام 4 متر 60 اللي هو الطويل في سكن ال 70 معايا وصل ولا لا بس خلاص. طيب انا دلوقتي انا هعمل دلوقتي ارسم قاعده كام في كام كام في كام 2 متر في كام 2 متر في 4 متر 60 مش كده، وهروح اقول له اوفست ماشي. اه المفروض بقى القاعده دي هتتحط فين في ال 2 متر و 8 هشيل دول بقى كده اهو هتحط فين بقى على بعد ال 2 متر و 8 والمية اللي هو كان ايوه الله يفتح عليك الله يفتح عليك بص هو على هالك اصلا 2 متر ايه 8 من مين من الصغير فين الصغير اللي هو فوق، فانا هعمل خط كده وانزل بيه كام كام 0.08 تمام وامسك دي يعني مفيش دلع مفيش دلع احسن من كده اهو اهو ايه بص كده انا عامل الكود ده هو ثواني كده هي القاعده دي كام 4 متر 60 هي طالعه 4 متر ال 60 اه ما هو العمود ده مش هو نفس العمود ابعاد العمود اللي احنا عاملينه انت عامل قطاع تاني احنا عاملين قطاع تاني يعني الاعمده دي يعني العمود اصلا في الشيت 25 في 40 العمود ده مكتوب 25 في 50 فالمفترض ان انت لو عامل العمود بابعاده بالظبط هتلاقيه محوط يعني مثلا حطيت له قاعده عمود تاني يعني حطيت له قاعده عمود بالظبط كده يعني واصله يعني انت لو مصمم العمود بالظبط قطاعه 25 في 40 وخدت الابعاد بالظبط بالاحمال بتاعه العمود في شيت الاكسل هيطلعه لك بالظبط خلاص. لو انا جيت هنا في الشيت وبصيت هتلاقيه بيطلع لك بص التسليح خلي بالك بقى الكومباين فيها حديد سفلي وعلوي كومباين فيها حديد سفلي وعلوي فلو جيت بصيت كده بيقول لك اللونجيتودينال دايركشن الطب حديد اللي فوق كام 10 فاي كام 16 والبوتوم 5 16 بس خلي بالك ده اللونجيتودينال اللي هو الحديد الطولي يعني لسه هي عباره عن شبكتين اه طبعا طبعا لان العزم بتاعك في بيبقى شكله عامل كده فعندك هنا ايه وعندك هنا ايه كانها لبشه صغيره بالظبط كده بالظبط كده ما هو حتى نفس رسم العزم شكل العزم خلاص ماشي طب اخر حاجه ما هو ده حته قد كده ما فيهاش حاجه اصلا قول لونجيتودنال اللي هو ما هو بص 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 هو الراجل في الشورت يعني. بص اه الراجل رسمها لي حديد الداش ده اللي هو مين الشبكه العلويه طلع مطلع لك 10 16 هو حتى كاتبه لك عليه وفي الاتجاه الثاني كام 5 12 يبقى ده الشورت وده اللونج
الشورت بيتفرش في اللونج، بالظبط العكس يعني. خلاص يعني ده هيتفرش كده اللي هو ال 10 في 16، وده نفس الكلام. الحديد بقى الثاني اللي هو السوليد ده نفس الكلام، عطولك 6 16 و 5 16 ده السفلي. طيب لو انا مثلا عندي ستراب فوتنج، ستراب فوتنج بقى لو انا عندي هنا ايه؟ لو انا عندي مثلا القاعده دي داخله بدي، او مش، لا لو مش داخله، لو انا عندي دي قاعده جار مش كده؟ يعني مثلا دي حطيتها مثلا هنا، بس هنجيبه دي بس ايه؟ نعمل لها روتيت. خلاص؟ المفروض القاعده دي، وطبعا دي اصلا رسمها غلط او لا ده صح عشان عمود جاي كده تمام، انا ما حصلش ده داخل. المفترض ان انت دلوقتي عندك قاعده جار، خلاص قاعده الجار دي المفترض لو انت سبتها باشا كده اهو مع حالها هيحصل لها ايه؟ اوفر تيرنينج، هتتقلب. عشان كده لازم تعملها، تعملها ايه؟ تعملها شداد. شداد ده بيبقى ريجيد جدا، بتعمله ما بينه وما بين اقرب مين قاعده ليه، عشان ما يحصلش مين اوفر تيرنينج، ما يحصلش ابليفت للقاعده دي. القاعده نفسها لو انت جيت بصيت عليها غير متزنه، الحمل بتاعك بتاع العمود فين؟ ياخدها وي. ايوه الحمل بتاع العمود هنا، انما السي جي بتاع القاعده فين؟ هنا. ففي مسافه. يعني انا هفترض دلوقتي، عشان كده انا قلت لك افرض بقى، افرض ايه؟ افرض القاعده بتاعتك ب 2 متر اللي هي قاعده الايه؟ الجار. فهقول له كده 2 و2. الشكل ده اهو. خلاص؟ خلي بالك بقى، انا دلوقتي فين السي جي بتاعي؟ السي جي في المنتصف. يبقى انت لازم تقيس لي دايمنشن كده من سي جي العمود لسي جي مين؟ اهو اللي هو ده. وتح بالظبط كده، دي الاكسنتريست اللي هتولد لك عزم عايز يلف مين؟ وتحسب لي برضو نفس الكلام المسافه ما بين مين ومين؟ ما بين العمود ده والعمود ده، عشان الشداد يمسكهم. خلي بالك الشداد ده هتتفرج عليه اقل حديد اصلا بياخده فاي 22. انا دلوقتي اتفضل العزم اللي طالع لي على القاعده اللي انا عايز امسكها بشداد، العزم ده ناتج من قيمه حمل العمود في قيمه الاكسنتريسيتي. آه مثلا بس ايوه هي كده اصلا. طيب خلي بالك بقى الشداد ده، بص عامل كده واخد العمود ده كله لحد فين؟ لحد جوه كده. ده الشداد. واصله؟ ما انت لسه هتشوف. طبعا واخد عمود الجار كله. ايوه واخد طبعا لازم يحتوي عمود الجار كله عشان ما ينفعش يبقى حته وحته. مش مهم العمود اللي فوق. لا مش لازم، انا اهم حاجه بالنسبه لي المعلم ده اهو اللي هو ده، فده طالع شويه كده شويه. واصله؟ طيب الكلام ده بص ببساطه هنا اهو، لو جيت بصيت عليه اهو بالشكل ده، خلاص ماسك القاعده، بص ماسك العمود يا احمد منين؟ من الوش لحد الاخر. يعني العمود ده او الشداد ده لحد فين؟ لحد اخر المسلحه. واصله؟ اهو. طيب بيطلب منك هنا ايه؟ بيطلب منك هنا برضو الاكستيريور والانتيريور. مين الاكستيريور والانتيريور؟ الاحمال بتاعتك بتاع العمود الداخلي فين الاكستيريور؟ اللي هو العمود الاكستيريور ده اللي هو بتاع الجار ماشي، والانتيريور العمود الداخلي. فتروح تعمل ايه برضو نفس الكلام، تجيب الحملين. بص يا احمد مش انت عندك ده الجار وعندك ادي القاعده اهي وادي العمود اهو، خلاص وعندك دي القاعده اللي جوه الداخليه وده العمود اهو. فانت بتعمل ايه؟ بتروح تمسك شداد كده من ايه؟ من هنا لحد اخر مين؟ اخر المسلحه. العمود ده هو الاكستيريور. بس خلي بالك بقى، بص هنا السي جي بتاع العمود اهو، السي جي القاعده فين؟ دي اكسنتريستي محتاجينها دلوقتي، ومحتاج كمان المسافه من بين العمود للعمود محتاج. واصله؟ تمام. فهو بيطلب منك عايز الحمل بتاع العمود ده والحمل بتاع العمود ده، تجيبه ازاي؟ شفت الكومبايند كده؟
نفس الكلام، تروح تجيب الحمل، تروح تجيب الحمل بتاع مين؟ من الساب يعني، اجيب من الساب وتضربه في 1.1 وتضربه في كام؟ 5. المفترض لو انت مسهل على نفسك الموضوع ده، شيت الاكسل اللي عندك والاحمال عندك، فانت مش مضطر. انا دخلت الساب بس عشان انا ما اعرفش، ما كنتش عارف الحمل ده بتاع ايه او العمود ده رقمه ايه، ده اللي خلاني ادخل الساب يعني. خلاص تعالى بس واحده واحده. انا دخلت يا عم الاحمال اهي، بيطلب منك طبعا الابعاد بتاعه العمود. طيب بيطلب منك الديستانس فروم سي جي، فروم سي جي اللي هو مين؟ المسافه ما بين العمود والعمود اللي احنا جبناها اهي. وبيطلب منك تيك اكسنتريستي اللي هي الصغيره اللي احنا جبناها دي، اللي هي ده السنتر العمود اللي سنتر القاعده. واصله؟ بس يا عم ما تعملش اكتر من كده. هو يقوم يعمل لك ايه بقى؟ يجيب لك البي سي. طبعا بتحط السيكنس مين؟ سيكنس الار سي اللي هي 50 سنتي عشان البانشنج والشير. بس خلي بالك بقى، انا عندي بقى البيمز اللي هي الشداد نفسه. الشداد يا باشا ده اقل ارتفاع لي او اقل سيكنس لي، ارتفاع لي اقل حاجه 80 سنتي، ما يقلش يعني. هو بيبقى اعلى منين؟ من القعدتين. حتى بص شكله عامل ازاي اهو، اعلى من القعدتين. طيب هو ليه كده؟ ما هو ده لازم يكون ريجيد جدا جدا جدا، استيف جدا جدا جدا. ليه؟ لان ده هو اللي هيربط الاثنين ويحركهم مع بعض عشان ما يحصلش ابليفت او اوفر تيرنينج لمين؟ للقعده بتاعه الجار. بالظبط كده. فانا دلوقتي بص، هو حتى بيطلب منك الابعاد بتاعتك، البي بتاعته كام؟ العرض بتاعه كام؟ ايوه اللي هو عرض العمود بالظبط كده. فانت العرض بتاعك 50 فهتاخده 50. في كان مالك رفرف من هنا؟ لا لا ولا ترفرف ولا لا، هو عرض العمود. خلاص؟ طيب لو افترضنا ان العمود ده اهو، يعني مثلا العمود ده 60، يبقى تاخد ال 60 الاكبر عشان لازم الشداد ده يحوط مين؟ العمود اكبر عمود فيهم. بالظبط كده. خلاص؟ فانا دلوقتي خليته 60 50. طيب والتي بتاعتك الارتفاع ما يقلش عليه، فانا خدته متر. خدته متر. بص بقى يا باشا، انا خلاص انا هو بيصمم اصلا لوحده. بص هنا بيقول لك الرينفورسمنت ستراب بيمز التوب بكام؟ 6.22. بياخد عليه تقريبا طبعا. هو كاميرا بس مقلوبه، كاميرا مقلوبه، العزم بالظبط نفس اللي احنا رسمناه من شويه. ال واخد حديد علوي 6.22. طب يا باشمهندس ده كتير، ده كتير بالعبط، بس هو ده منطقي؟ طبعا منطقي جدا. اقل قطر كام؟ لا مش اقل قطر، انت ممكن تغير في القطر هنا يعني. انت ممكن مثلا 22 دي انا عندي حديد 18، فمحتاج تحط 9.18 افترضنا يعني ان انا ما عنديش غير 18. طب تمام، خلي بالك بيطلب كمان سفلي كام؟ 22 5.22 18. هتقدر مثلا اقل قطر ممكن استخدمه في الشدادات مسموح بيه؟ لا يعني ما ينفعش استخدم 12 مثلا؟ لا ما هو انت بص عندك كميه تسليح، حطها لي، حطها في اي قطر بس ما تقلش طبعا عن 12. انت قلت وبعدين انت عندك برضو اعتبر ان الاستراب دي بيمز، ففي سبيسنج ما بين الاساخ وبعضها. لو حطيت 12 هيطلع يعني عشان جربها. أيوة. 12 كده هيطلع عدد الحديد ملزق في بعض، هيطلع طبقات ياما. لا مش هتحط على طبقات، تزود بقى القطر. مش هحط على طبقات، زود القطر. ممكن تحطه على طبقات بس في الاستراب ما تزعلش عادي، ممكن تحط 22 وتقول له كده 22. بس ده القصد ان دي كاميرا، فانت لما هتحطه على طبقات وحديد كتير ساعه الصب هيحصل تعشيش. هي لازم يحصل تعشيش. خلاص هسلح لك كمان يا احمد القعده 10 في 10، القعده اللي هي اللي هي الستراب بيمز. خلاص سلح لك الستير الستيره بالكنات، ما هي بتاخد كنات 10 في 10 10 مش 10 ولا فاي 10 ده مينيمم فيه فاي 10 ولا عادي ممكن؟ لا المينيمم فيه، المينيمم 4 برانش مش ممكن 8؟ لا ما انا بقول لك المينيمم 10، مينيمم 10. طبعا بص سلح لك كمان احمد ايه؟ القعدتين اكستيريور والانتيريور 7 12 و7 12. ما هم قعدتين على عبط اصلا الاثنين، المشكله مش فيهم. طب ثواني، اتفضل. مش هتقول اساسا سلحتهم الاول؟ لا انا ما سلحتش، انا عملتهم الاول ما سلحتش.
لا عملتهم من اول قعده الجار والقعده دي اللي هي دي ودي، لا ما سلحتش، انا فرضت ابعاد، عشان كده قلت لك افرض دي ابعادها 2 في 2 القعده دي، الاثنين في الاثنين دي 3 سيب، الاثنين في اثنين دي طلعت سيب. انا بص يا احمد، بص عشان تبدا بس تفهم المانيوال بتاعي، انا القعدتين دول انا بفرض ابعادهم، بتفرض ابعادهم، يعني مثلا انا فرضت ده ب 2 متر في 2 متر وطلع سيب معايا على فكره، يعني انت عارف لو طلع كان فيها مشكله كان قال لك مثلا الشير انسيف والبانشنج انسيف، فطلع اصلا الابعاد اللي انا فرضتها طلعت سيب. ونفس الكلام برضو القاعده دي عليها حمل كام؟ يعني انت ممكن القاعده ديت انت اصلا مسيفها قبل كده او مصممها قبل كده زي انت ما بتقول فعلا، ده انت مصممها قبل كده، انت كل اللي انت محتاجه ان انت محتاج تعمل ايه؟ اوصلها بس. هو كمان الراجل مشكورا يعني عمل لك تشيك كمان على التسليح اللي هو بتاع القاعده دي والتسليح القاعده دي بس، يعني مع انك انت صممتها بس هو بيعمل لك تشيك كمان، يعني بيطلع لك التسليح بتاعك المينيموم فيها كام. طب انا مثلا اخد بقى التسليح بتاع ده ولا اللي انا صممته؟ لا اللي انت صممت بقى عليه الاستراب كلها مع بعضها كحاجه واحده ككتله واحده هو في الاول، يعني في الاول خلاص. طيب اخر حاجه هو طالع 7 في 7 16 16 في الشوط في الاثنين. ما هو انت عارف اعتبرها، بص حتى لو جيت بصيت كده 7 12 ولا ايه؟ 7 12 في الاتجاهين. لو جيت بصيت بص الدايمنشن ار سي هو مطلعها لك يا احمد، عمل لك تشيك عليها، قال لك الاكستيريور 190 في 180 وقال لك الانتيريور 175 في 235، يبقى دي الابعاد اللي انت هتاخدها بقى وتصمم عليها وترسم عليها القعده بتاعتك. تاني بص، مش احنا المفترض صممنا القعده دي؟ فكك بقى من تصميمها لما تحولها لستراب بيمز، فكك بقى من التصميم القديم خلاص بقى، التصميم التاني بقى ان انت صممتها على انها ستراب بيم شدادات. فهو الراجل مشكور، بص مطلع لك الار سي بتاعتك بكام؟ للاكستيريور 190 في كام؟ في 180، واحنا كنا فرضينها اصلا بكام؟ 2 في 2 خلاص. والقاعده الثانيه الانتيريور اللي جوه الداخليه بكام؟ 175 في كام؟ في 235، والدبس بتاعك مسيب اللي هو ال 50. انا ما يهمنيش في الليله دي كلها اكتر غير مين؟ الشداد. طب شكل الحديد بتاعه شكل حديد ايه؟ ما هو كاميرا عاديه اهي، يعني تعالى كده نشوف اهو التفصيله اهي. يا سلام لو جينا بصينا، مش احنا كنت مش انا كنت اعطيتكم سيكشن كده فيه مليان حاجات صح؟ التمبلت مليان حاجات. بس ما فيش هندسه دايمنشن مينيمم لقعده الجار. لا لا، ما هو انت يعني بتفرض وبتتشيك. فرض مثلا في مثلا لو طلع هندسه عايز 2 و3 ما هو هيطلعه لك وتاخد الرقم طبعا. بص يا احمد، دي القعده اللي هي مين؟ لا دي اللي هي الكومباين الاستراب اهي، التفصيله بتاعتها اهي تمام، ودي قاعده جار كمان اهي، بس الحديد بتاعها باين هنا اكتر. الحديد بتاعك بيبقى شكله عامل كده. بس طبعا كنات بس ما فيش تكثيف كنات ولا حاجه، ده هو طلع 10 في 10 الحديد اللي فوق الرئيسي صح؟ اه طبعا. طب اللي تحت يبقى النسبه بتاعته قد ايه من الحديد اللي فوق؟ ما هو اعطيه لك، ما هو من دول بس هي هو الاكسل حاسبها قد ايه نسبتها قد ايه؟ يعني الكود يعني تقريبا 2 من 10 2 من 10 اريا ستيل مينيمم، زي اريا ستيل مينيمم زي الكاميرات ايه؟ زي الكاميرات، زي الكاميرات تقريبا، هي كاميرا اصلا كاميرا، بس الحديد الرئيسي بدل ما هو تحت هو فوق، الرئيسي هو اللي فوق. ايوه العزم بتاعك فوق،
بس ده بيتشد كده لتحت. طيب اخر حاجه لو انا دلوقتي عايز اصمم بقى، انا خلاص صممت وظبطت الدنيا وعايز اصمم مين بقى؟ سيميلان سيميل بقى. واحده واحده بقى مصر لا ده بسيط جدا. سيميل والميدا، هو ايه الفرق ما بين الميدا والسيميل؟ ايوه ايه السؤال؟ الميدا اقول لك انا قول لي صح ولا صح. قول السيميل ده لو انا كده كده بربط بين يعني الاول بشوف لو حاجه عايزه شدات بحط لها عشان اوعد الجول، ولو بربط الاواعد ببعضها بسمل عشان تبقى الحركه كلها واحده. الميدا بقى ان انا لو عندي حيطه مش معمول حسابها في التصميم فبقوم جاي حاطط لها تحت زي سمل، اللي هو السمل بس اسمها ميدا، تبقى شايله حيطه. صح. طب صح. هي وظيفه السمل ايه؟ ربط الاواعد ببعض عشان تبقى الحركه كلها واحده. الله يفتح عليك. هو ده انا مش عايز عشان الاواعد كلها تتحرك مع بعض بدل ما كله يبقى وظيفته ان هو المبنى بتاعك يتحرك حركه واحده زي انتوا ما قلتوا كده بالظبط. تمام. من غير تجويد. ايه الفرق ما بين الميدا والسميل زي انت ما قلت؟ السميل ده بيكون في منسوب القعدتين. يعني ادي قاعده اهي. ادي عمود وادي عمود. فالسميل بتاعك بيكون فين؟ ما بين السميلات. بس بادئ منين ومنتهي؟ بادئ من نهايه وش، من الوش لحد فوق. الوش القعده. الوش القعده. ايوه هو ما بيخشش على لسه تسليح. يعني مش للعمود. لا انا ما بتكلمش على تسليح، انا بتكلم على وظيفته بس. ولو في فرق منسوب في القعده مثلا، يعني قعده 60 قعده 70 ورابطهم ببعض صار رابطهم الاثنين ببعض مع بعض ياخد كبير. ياخد كبير. طيب ايه بقى الفرق ما بين بقى ده والميدا بقى ازاي؟ الميدا بتبقى فوق اللي هو الجزء ده. الميدا رابط الميدان. رابط بالظبط النيك كولومز ببعضها. دي اسمها ميدا. وظيفتها شايله بس مين؟ حيطه. انما دي وظيفتها شايله مين؟ ربط الاواعد. ربط الاواعد وشايله كمان حيطه. شايله حيطه. صح ولا لا؟ ايوه. طيب. بس في يعني ممكن انا استغنى عن الميدا نفسها واشتغل طبعا سمد. يعني انا بطابق المعماري بالاواعي، ولو لقيت في جنب فيه حيطه طوب مش تحتيها سمن بقوم جاي عامل لها ميدا. بالظبط. تمام. بالظبط. طيب انا دلوقتي السمن ده هيتصمم ازاي وده هيتصمم ازاي؟ بس في تفصيله. قول. حددهم بادئ منين لغايه فين؟ من الوش للوش بس. يعني مش زي ده من اول. لا 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 من الوش للوش ولا من وش العمود. من الوش للوش. من وش القعده والميدا من وش العمود. هو مش واصل الحديد ده يخش في ده وده. ما هيدخل طبعا. ما هيدخل طول رباط. ما رباط فيه. طيب ماشي ما هيدخل طول رباط. ما احنا هنسيبه كده على الوش هيتكسح هيدخل طول رباط. انا قصدي مش هيدخل لجوه. طيب هيتصمم ازاي؟ يعني مثلا السمنت ده هيتسلح ازاي؟ او مش هيتسلح عليه احمال ايه؟ وزنه والوزن بتاع الحيطه. وال في فرق بين العمودين القعدتين. صح. فرق ايه؟ القعدتين مش هو رابط قعدتين ببعض؟ ايوه. برضه بجيب زي محصله او حاجه كده. لا الطوب. ما هو لا ما احنا قلنا ان احنا الاحمال بتاعته هو شايل نفسه. وشايل حيطه. وشايل اهم حاجه. استرس الطوب؟ لا. يعني ها قربنا. شايل الديفرنشال سيتلمنت. الهبوط اللي ممكن يحصل. وكمان ممكن يحصل له ابليفت. ترفع. او ممكن يهبط. وبالتالي لما تيجي تصمم السمنت شكله هيبقى عامل كده. بص هتروح تاخد اكس اكس. ادي عندك مثلا قاعده اهي وقاعده اهي وقاعده اهي. مين اللي هيحصل له هبوط القاعده انهي؟ اللي هي القاعده اللي في النص دي. خلاص؟ طبقا للكود الامريكي بيفرض ان الهبوط ده هيحصل 2.5 سم. الكود المصري 5 سم. تمام؟ فانا هعمل ايه؟ انا هفترض معاك مثال بسيط اهو. ان ده بحر 6 متر وده بحر 6 متر. تعال ندخله على السالب. هقول له نيو موديل. واقول له بلانك ورايت كليك وموديفاي
انا عندي الشكل ده اكس ولا واي؟ اكس واي ولا اكس زد؟ اكس زد. بس هدخله في اكس مين بقى؟ صح. 6 و 6 و 0 ماشي؟ قوله ده 1 2 3 بس. اوكي اوكي ماشي؟ اهو قسمته في اكس؟ اهو بس اقول له بس اكس زد تمام؟ لما هعمل ايه بقى؟ هرسم له كاميرا. ممكن ارسم له بالكويك اهو اللي هم دول اللي هي الكاميرا دي، الكاميرا دي اروح بس اساين عليها اديها اقطعها هي كام؟ 30 في 60 30 هي اقل حاجه اصلا عرض 30 عشان تقدر تاخد الحيطه كلها وارتفاعها بارتفاع مين؟ اللي هي 60 ماشي؟ هتمسك دي ودي ودي وهتعرفهم على انهم ايه؟ هنج. حضرتك هتيجي ماسك دي، طبعا المفروض تيجي ماسك دي ودي وتحط عليهم احمال مين؟ الساين اريا لود، بس الساين فريم لود بقى ديستريبيوتد، وتدخل له في الول كام بقى؟ حمل الول اللي هو كام حمل الول؟ ارتفاع الدور 3 متر ناقص صوت الكاميرا 6 من 10 يبقى 2 متر 60. تضربه في الكثافه ولا؟ تضربه في الكثافه اللي هو 1.8. تضربه في كام؟ في عرض الحيطه اللي هو ايه؟ بوينت كام؟ 25. بس تمام؟ وهقول له ابلاي. اوكي. ده شايل حمل الحيطه بس؟ هو شايل حمل الحيطه وشايل نفسه. عايز مش هدخله ديد لود وكده؟ ما هو ديد لود، الديد لود اللي هو الاون ويت بتاعه. والول دخلته في الول في الديد. همسك بقى ده الجديد بقى وتدخل له الديفرنشال مين؟ سيتنج. قول له اساين، قول له جوينت لود ديسبليسمنت. تدخله في زد بقى بكام؟ بماينس 0.05 اللي هو 5 من كام؟ 5 سنتي. هبوط 5 سنتي. خلاص؟ بس خلي بالك انا قلت لك ممكن يا خلي بالك هتسمع المقوله ديت بره يقول لك تسليح السمل فوق 4 16 تحت وسفل وعلو. جت منين بقى؟ ان ممكن يحصل للسمل ده ابليفت او ممكن يحصل له مين؟ سيتلمنت. فنفس النتيجه في الاخر العزمين هيطلعوا مين؟ قد بعض. بس تعال نشوفه. انا دلوقتي هقول له ابلاي. انا كده الحته دي بس انا بعرف ان الاقصى هبوط 5. ايوه بس بس ده المفروض اتشيك عليه مثلا لو دخلته ليه تطبيق يعني المفروض اتشيك. انا بصمم السمل عليه، بصمم السمل على الهبوط اللي عشان ما يحصلش. قلت كانه حمل كمان كحمل عشان ما يحصلش. خلاص بعد ما خلصت هتروح تقول له رن. شايف البساطه؟ خلاص اهو سيف. وبص بقى عايزك تبص على شكل الديفورميشن. بصش الديفورميشن الديفورميشن هتلاقي ان القاعده بتاعتك بتطلع وتنزل مش كده؟ نتيجه مين؟ نتيجه الست من اهو بالشكل ده. وصلك؟ ما هو بتنزل طبيعي عشان السيتلمنت، بتطلع عشان مين؟ ممكن يحصل لها ابليفت. خلاص؟ اهو. طيب. المفروض في ركيزه خلاص. مفروض بس فيها هبوط انا معرفه كام؟ 5 سم. واصله؟ طيب انا لو جيت بقى بصيت على العزم بقى. ام كام؟ 3 3 ابلاي. اوكي، هو ده يا باشا العزم اللي هتصمم عليه. هو ده العزم طالع 46 طن. ايه؟ ما هو اللي هو تعال اللي هو على وش الركيزه. هو ده العزم اللي ايه؟ 50 طن. تصمم عليه. تصمم عليه الشداد.
او اتصمم عليه السميل ولا يعني عند طيب. كل سميل اللي بعمل الموضوع بس اه طبعا لو عايز اعرف الناس اللي الهبوط بتاعي بقى اللي حصل هنا كده. انا بقول لك المسموح المسموح ب 2 سم 2 سم ونص. طيب بس خلي بالك ده هبوط كلي. هبوط ايه؟ كلي. حتى قلت لك في الرفت الهبوط الكلي المسموح بيه كام؟ 15 سم. في القواعد كام؟ 10. هنا كام؟ 2.5. طيب في بقى الديفرنشال بقى اللي انت ممكن القاعده يحصل لها ايه؟ دي مثلا عايزه تهبط 3 ودي ايوه فرضا مثلا دي هبطت 12 ودي هبطت 4 او دي مثلا 8 هبطت 8 فرق ما بينهم كام؟ 4. ايه اسم الاربعه دي على مين؟ المسافه على المسافه ما بينهم وتقارنها بكام بقى المسموح بيه؟ 1 على 500 ده اللي قاله في مين؟ في الديفرنشال سيتلمنت الجزئي. يبقى عشان تتشيك الهبوط الجزئي تعمل ايه؟ تجيب الفرق ما بينهم وتقسمه على كام؟ المسافه على المسافه ما بينهم. مش دي النقطه اللي حصل فيها يا احمد ديفرنشال؟ ما ده المسموح بيه اللي انت بتتشيك عليه بس الكلي. ان انت مش دي القاعده؟ انت قلت ان القاعده دي هتنزل كلها 2.5 سم فالنقطه دي قد النقطه دي انما الديفرنشال بقى حصل بقى جزء مال اكتر من الثاني فانا عايز بقى اجيب المسموح بيه بس المسموح بيه بقى للديفرنشال للجزئي انما ده خلاص الكل 2.5 ده بقى اعمله ازاي؟ اجيب فرق الهبوط ما بين النقطتين طلع بكام؟ باربعة. اقسمه على مين؟ مسافة ما بين النقطتين واقارنهم بكام بقى المسموح بيه؟ 1 على 500 بس. طب انا مش فاهم يعني ايه اللي يخلي ده اصلا يحصل مش انا كده كده رامي بسم الله ان كله اتحرك مع بعض. ايوه بس ده ممكن تتوقع ان هو ممكن مثلا يحصل في المستقبل لا قدر الله. يعني مش بتحصل مثلا بتلاقي مثلا عماره نمت على جنبها زي بتاعه الازاريطه دي مش كده؟ ما هو ده حصل ايه؟ هبوط حصل هبوط جزئي. فانت المفروض بقى عشان كده انا بقول لك بتروح تصمم السميل اللي هيشيل الاثنين عشان ما يحصلش هبوط على مين؟ على السيتلمنت ده فلما تحط التسليح بتاعك بالقيمه اللي انت صممت عليها مش هيحصل. يعني انا اصلا مش مش بصمم بالحاله دي. لا ما بصمم طبعا لا. انا دلوقتي تاني عشان كده انا بقول لك ايه؟ تصميم السميل بيتصمم ازاي؟ مش على الاحمال الوول بس ده بيتصمم على مين؟ على السيتلمنت ده اللي انا قلته في البدايه. صح؟ ده اللي انا قلته في البدايه فانا دخلت القيمه بتاعتي كحمل يعني انا بقول لك اللي هي الخمسه الاثنين المفروض اثنين مش خمسه المسموح بيه 2 2 سم احنا دخلناها خمسه. كان انا بقول له ان السمن اوريدي فيه هبوط فهات لي بقى اللي هو المسموح بيه فصم انا عايز اصمم على المسموح بيه ايوه عشان ما يحصلش ايوه اكتر من كده يعني واصله انت شفت الفكره جايه منين؟ ايوه هي دي. طب والخمسه ده ايه؟ انا بقول ال 15 دول لللبشه ال 10 دولت للرف للايزوليتد فوتنج الخمسه دي للسميل خلاص 2.5 ديت في الكود 2.5 دي في الكود الامريكي من 2 ل 2 وبياخدها من 2 ل 2.5 يعني مثلا ممكن اصلا تاخدها من 2 اصل بص انت عارف لو صممت على الخمسه دي هيطلع لك عزم كبير جدا ده طالع 50 50 ده كتير شويه ممكن تشوف مثلا الحديد فيه كتير فانت ممكن مثلا تاخده 2.5 بس انا قلت لك ليه احنا الكود بتاعنا واخد فاكتور اوف سيفتي زياده ليه؟ عشان التربه مش سوء التنفيذ بقى التربة. عشان التربه بتاعتنا زي ما قلت لك ناتجه من ايه؟ ترسبات ايه؟ فطبعا طالع عزم مثلا كام؟ 48 48 دول روح بقى شوف الحديد بقى اللي هيشيله قد ايه؟ يعني اصمم كاميرا بعزم عليها 48 بس فوق وتحت ليه بقى فوق وتحت؟ لان انت بص لو فكيت الحل ومسكت دي ورحت قلت له اساين قلت له جوينت لود ديسبيسمنت بس ما دخليش بقى اشاره سالب اعمل ايه؟ يعني الخمسه اعملها ابليفت
عشان كده بقى جت منين يعني. بقى بص هران تاني قلت له الخمسه دي احنا مدخلينها غلط. ايه الخمسه؟ ما انا بقول لك الكود بتاعنا هو صح واخدها خمسه، بس انا بقول لك لو بص طالع بكام يا احمد؟ 57 طالع بكام؟ ب 58 57 نفس تقريبا القيمه. انا بقول لك الخمسه دي ممكن ما تاخدهاش. ليه؟ لان هيطلع لك نسبه حليب ممكن تزعل المالك منك. تاخد بالك يعني. انا قلت لك حتى ضربت لك مثال قلت لك في مناطق معينه في مصر، مش كلها على فكره، مش مصر كلها، بس اللي حط الكود حطه على اسوأ حتت موجوده في مصر. فانت ممكن لما تيجي تدخلها ايه دي واحد يعني مش هزار. انا بقول لك فانت في ناس لما بتيجي تدخل، في ناس اصلا ما بتدخلهاش والله، بتاخدها 4 16 فوق وتحت وبتريح دماغها، بتريح دماغها، ما بيصممش، ما يعرفش الكلمتين دول. فانت لو انا مثلا هتشيك، انا كانت كديزاينر هتشيك مثلا على 2.5 على 2.5. لو عايز تاخد زي الكود ما قال خدها زي الكود ما قال، بس ما تزعلش من مالك بقى خلاص. بس تاني شفت العزم طلع شكله عامل ازاي؟ بس ده ناتج من مين؟ من الابلف. لما تيجي تعمل ستارت انيميشن بص عمل ايه؟ طلعت لفوق. وصل شيت الاكسل.